بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. مبروك طبعا، ألف ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي. أنا الحقيقة دايما بستغرب ودايما ببقى مش واخد بالي من اللي بيحصل واللي بيتقال. قال لك عندكم مشكلة في ألعاب الصلاة، عندنا مشكلة كبيرة في ألعاب، اتقال كده والله العظيم ثلاثة من أسبوعين ولا ثلاث أسابيع، قال ان في الاهلي في مشكله. الاهلي اللي واخد 16 بطوله، في كل العاب الصالات بشكل مختلف، كل الالعاب بقى اقول زي ما انت عايز، اخرها اللي حضراتكم شايفينه او الدرع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الهواء مباشره، درع سوبر كره السله لابطال وبطلات النادي الاهلي في كره السله. ألف مبروك ليكو، ألف مبروك لكابتن طارق خيري، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه النجاحات، ألف مبروك لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي اللي كان عامل حلقة رائعة الحقيقة امبارح مع كابتن مصطفى عبده المجري طبعا، فألف ألف مبروك لكل الحقيقة محبين النادي الأهلي ولكل عشاق النادي الأهلي. الحمد لله والشكر لله، ما عندناش مشكلة في ألعاب الصلاة ولا حاجة، عندنا مشكلة في لعبة واحدة منهم وهنتصرف فيها وهنظبطها إن شاء الله، ولكن تخيل حضرتك إن أنا عندي 16 بطولة في كل البطولات المختلفة. لسه بنلعب كأس الكؤوس لكرة اليد سيدات وكأس الكؤوس لكرة اليد رجال، لسه دول بنلعبهم، ولسه حاجات مباريات أخرى، لسه البي آل أو البال اللي هيتلعب في رواندا، عندنا لسه ثلاث بطولات تانية أفريقية، من الجايز جدا ان انا اقدر اخد الثلاث بطولات دول او الاقرب ان شاء الله على الاقل بطولتين منهم للنادي الاهلي، ربنا يكرمنا بيهم. لكن تخيل حضرتك ان احنا في موسم 16 بطوله حتى الان، انا كنت بقول لغايه امبارح او لغايه النهارده قبل المباراه دي 15 بطوله، النهارده 16 بطوله، اللي بعدنا ثلاث بطولات او اربع بطولات. والله انا بتكلم بالارقام، مش بتكلم كلام هجس وخلاص، انا عايز اتبسط، عايز افرح. النهارده طبعا حاولنا ان احنا نجيب ابطال وبطلات النادي الاهلي في يكونوا موجودين معانا على الهواء مباشره زي ما حضراتكم شايفين، ولكن الحقيقه يعني النهارده قلت لهم لا، النهارده اتبسطوا مع كل واحده تتبسط مع اهلها، لانه الاهل لهم دور كبير جدا جدا جدا، اتبسطوا مع جمهور النادي الاهلي. يكفي ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود، ويكفي ان كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وفرحانين ومبسوطين. هتقول لي يا اسلام ما هو يعني احنا كده النادي الاهلي بيفرح بكل حاجه وبيتبسط بكل حاجه وبنزعل لو بطوله واحده، بطوله واحده من ال 20 بطوله اللي احنا داخلين فيهم في العاب الصالات خسرناها. احنا لغايه دلوقتي خدنا 16 بطوله، دي البطوله رقم 16. دي البطولة رقم 16 للنادي الأهلي في ألعاب الصالات ما بين طايرة ويد وسلة وكل حاجة. فالسلة سيدات الحقيقة السنة دي عاملين الخماسية، كسبانين كل حاجة، ما تغلبوش ولا ماتش في واحدة من الأرقام القياسية اللي صعب جدا 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 يتم تحقيقها، ولكن هؤلاء أو البطلات اللي أمام حضراتكم دول بسم الله ما شاء الله عاملين أرقام قياسية في كل حاجة، في كل حاجة. أنا بهنيهم على الهواء مباشرة، بهني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بهني الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. الحقيقة هذا الرجل له دور مهم زيه زي بقية أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ خالد مرتجي اللي موجودين في كل مباراة بتلاقيهم موجودين، كابتن محمود الخطيب اللي متواجد في ظهر كل اللاعبين وكل اللاعبات، وبنتبسط وبنفرح وبنبقى سعداء باللي احنا بنعمله، وهنبقى اسعد دايما بكل اللي بيعملوا بطلات النادي الاهلي وهنقف في ظهرهم، ولو عندنا مشكله في لعبه هنحلها. هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، ان احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله في الكره الطائره رجال، متاكدين هنحلها، هنحلها زي ما كان عندنا مشكلة في الهاندبول. الحمد لله والشكر لله كل حاجة، الحمد لله والشكر لله تم حل المشكلة، وبالتالي خدت كل البطولات. هذا هو الفارق الكبير جدا جدا
ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني. مرة تانية أنا مش عايز أتكلم كتير النهاردة عن هذه الفرحة الرائعة وعن الجمال اللي حضراتكم شايفينه، عشان إن شاء الله بنحاول بكرة أو بعده يكونوا موجودين معانا كابتن طارق وبطلات النادي الأهلي يكونوا موجودين ونحتفل كالعادة زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة الحقيقة قدرنا نجيب الدروع فقط، كله بسرعة كده، فقدرنا نجيب الدروع فقط وبنحتفل معاهم على الشاشة. يعني إحنا بنحتفل مع بطلات النادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي، وكالعادة الحقيقة ودائما من خلال شاشتكم بتبقوا مبسوطين وبتبقوا فرحانين، وإحنا كمان بنبقى مبسوطين وسعداء وكل حاجة حلوة بتبقى جوانا بما إن حضراتكم مبسوطين، بما إن جمهور النادي الأهلي مبسوط، هو ده اللي يهمنا بالمناسبة. يعني عملنا حاجات كتيرة جدا خلال الفترة السابقة. النهاردة تحديدا الساعة 2 الظهر كانت في مباراة منقولة على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة، النادي الأهلي سيدات في كرة اليد على الهواء مباشرة وكسبنا فرق كبير، أعتقد إحدى الفرق من المغرب. تاني المباريات النهاردة كانت مباراة اليد رجال في كأس الكؤوس لليد رجال وقدرنا نكسب ونفوز. آخر المباريات الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين فرحة بطلات السلة في ثالث المباريات اللي قدرنا نفوز بيها على نادي محترم الحقيقة، نادي الجزيرة اللي كان عامل مباراة رائعة جدا جدا، وبنهنيهم الحقيقة للوصول إلى هذه الدرجة من اللعبة الحقيقة، أنهم يصلوا أنهم يلعبوا النادي الأهلي في المباراة النهائية ويتخطوا أندية كبيرة جدا زي سبورتينج ونادي الزمالك وكل الأندية اللي موجودة. لا يعني بنهنيهم طبعا نادي الجزيرة، وألف ألف مبروك مرة أخرى للنادي الأهلي، وألف مبروك طبعا لنادي الجزيرة وصولهم للمباراة النهائية. أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجه التهنئة إلى لاعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بدوري السوبر للمرة 25 في ما تزعلوش من الأرقام، الأرقام كتيرة جدا بسم الله ما شاء الله، ولكن هذه هي أرقام النادي الأهلي في كل البطولات، في فضلا عن فوز الفريق ببطولات دوري المرتبط والكاس وكاس السوبر هذا الموسم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك. كابتن محمود الخطيب أيضا أشاد في تهنئته بالأداء المتميز للاعبات النادي الأهلي والتفوق الواضح في المستوى الفني والبدني والنتائج الإيجابية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني وكل منظومة العمل. وقال إن الفوز بالبطولات الأربعة يضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتق الفريق وجهازه الفني لإسعاد جماهير النادي الأهلي التي لا تتوقف عن الفوز بالبطولات ببطولة أو أكثر، وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة وتركيز مستمر وتعاون بين كل العناصر حتى يحافظ الفريق على مسيرة الانتصارات ويظل في المكانة التي يستحقها. ألف ألف مبروك لكل بطلات سلة النادي الأهلي سيدات، أربع أو بطولات أو خمس بطولات بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، ربنا يبارك ويظل دائما النادي الأهلي في القمة، يظل دائما النادي الأهلي في كل الألعاب. محدش يضحك عليكم، محدش يضحك عليكم. كلام كتير جدا عايز اقوله، لانه الايام دي على شاشات التلفزيون وكل واحد بيلبس بدلة مختلفة، بدلة الحياد، اسمها بدلة الحياد انا بسميها كده، مش عايز يبارك للنادي الاهلي، يقول لك اصل النادي الاهلي مثلا خسر بطولتين في الطايرة، ما يقولكش النادي الاهلي كسب 16 بطوله، ما يقولكش كده ابدا، يقولك النادي الاهلي خسر دوري وكاس في الطايره رجال. طب عمل ايه في الطايره سيدات؟ طب عمل ايه في السله سيدات؟ طب عمل ايه في السله رجال؟ طب عمل ايه في الطايره سيدات؟ طب عمل ايه في اليد رجال؟ طب عمل ايه في اليد سيدات؟ ما يقولكش كده ابدا، لكن يقولك ايه اصل النادي الاهلي السنه دي خسر كذا. لكن لما تيجي تبص على مجموع البطولات في نهاية السنة هتجد إيه حضرتك؟
هتجد ان 16 بطولة حتى الان الموسم الحمد لله 80% من الموسم انتهى، فلغاية دلوقتي 16 بطولة، وتتبقى هذه البطولات اللي ان شاء الله بكرة عندنا مباراة الاهلي والاتحاد، لو ربنا كرم وقدرنا نكسب هذه المباراة هنفوز بدوري السوبر للرجال، لو لا قدر الله خسرنا هذه المباراة هنذهب الى المباراة الفاصلة الخامسة وهنشوف ايه اللي هيحصل. ولكن عندك ثلاث بطولات افريقيا هم او بطولتين افريقيا، كاس الكؤوس لكرة اليد سيدات ورجال، وايضا البال، وكاس السوبر للسلة رجال، الاربع بطولات اللي فاضلين ربنا يكرمنا بيهم يبقى 16، لو ربنا كرمنا بالاربع بطولات هيبقوا 20 بطولة. ويقول لك النادي الاهلي اصله خسران بطولتين، بسطوا افرحوا لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب عاملين شغل رائع، عندكم مجلس اداره قادر ان هو يشوف الاخطاء فين ويحط ايده عليها في كل الالعاب، في كل الالعاب، مش في لعبه واحده، مش في كره القدم فقط، ولكن في كل الالعاب زي ما حضراتكم شايفين احنا واخدين كل حاجه بسم الله ما شاء الله. مش عايز اتكلم عن الناشئين كمان لانه في وقته هتكلم عن الناشئين، ولكن في كل الالعاب زي ما حضراتكم شايفين دائما يفوز الافضل، يفوز الاكثر حظا، خلي بالك من كلمه الاكثر حظا اللي هو الاكثر اجتهادا، هو اللي بيفوز، هو اللي بيكسب في كل الالعاب. شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي على هذا او هذا الموسم الرائع الحقيقه حتى الان، عايزين نكمله على خير. طبعا ده بعيدا عن كره القدم لان كره القدم لها كلام تاني وشغل تاني، لكن انا بتكلم على العاب الصالات، عندنا اربع بطولات ان شاء الله ربنا يكرمنا بالاربع بطولات دول، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى عندنا كلام كتير جدا جدا جدا، وازاي ان عندنا مجلس اداره بيشوف الجمهور عايز ايه مهما كانت الامور ومهما كانت المصاريف اللي بتتصرف. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن الكلام ده بيبقى طالع من قلب كل واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. اه والله العظيم يقول لي اسلام عشان خاطر جمهور النادي الاهلي احنا نعمل اي حاجه، احنا نعمل اي حاجه. فبصراحه شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي على هذا الموسم الذي لم يكتمل لسه، عندنا ان شاء الله بطولات اكتر واكتر نقدر ناخدها خلال الفتره القادمه. ألف مبروك يا بطلات، إن شاء الله تبقوا معانا قريبا جدا 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 في بيتكم البيت الكبير علشان نحتفل مع بطلات النادي الأهلي في كرة السلة سيدات. خلينا نروح للكورة بقى. المارد الأحمر يوجه إنذارا شديد اللهجة للجميع، ثلاث أهداف مقابل لا شيء. هتقول لي أصل مستوى الترجي، بعدين حاجة أتكلم معاك في هذا الأمر. فوز أقل ما يقال عليه فوز تاريخي للنادي الأهلي، على مين؟ على الترجي التونسي، وحش حلو كويس مش عارف ايه، أنا بلعب ضد نادي عظيم اسمه نادي الترجي التونسي. الكلام ده أنا قلته قبل المباراة وبقوله بعد المباراة، بنلعب معانا ماليش دعوة بالمستوى، هنتكلم في المستوى والكلام ده كله، ولكن في النهاية ألف مبروك قدرت تكسب نادي الترجي في رادس في تونس ثلاث أهداف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، عشان نضع قدما واحدة فقط في الدور النهائي قبل خوض مباراة الإياب يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله على استاد القاهرة. المارد الأحمر يواصل هوايته المفضلة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الرائع للنادي الأهلي، يواصل تحطيم الأرقام القياسية واللي كانت كتيرة جدا خلال الفوز على بطل تونس على استاد رادس. الحمد لله والشكر لله، الأهلي بالفعل متخصص في أنه يكتب على استاد رادس تحديدا حكايات رائعة. فوز النادي الأهلي على الترجي، تخيلوا حضراتكم أن الفوز ده هو الفوز السادس للأهلي في تونس، وما حصلتش قبل كده الحقيقه ان فريق يفوز على الترجي في تونس ست مرات. الاهلي حقق الفوز الاكبر خارج الديار في نصف نهائي دوري الابطال الافريقي، محمد الشناوي كان له النصيب الاكبر من الارقام القياسيه بعدما حقق كلين شيت الثالث في مواجهه محمد الشناوي ضد الترجي
اللي اقيمت في تونس. الاهلي كبد الترجي خسارته الاكبر على ملعبه في تاريخ البطولات الافريقيه. الاهلي اول فريق بيحرز 3 اهداف في شباك الترجي بتونس منذ فوز الاسماعيلي عليه بنتيجه 3-1. الحمد لله كنت بلعب كمان في الاسماعيلي هذه المباراه. في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في نسخته 2003 بيرسيتاو جاب جونين، و كانت الاولى في ذهاب نصف نهائي النسخه الماضيه امام وفاق سطيف الجزائري. خليني بس اقول لحضراتكم ان فوز النادي الاهلي على الترجي في تونس لم يمر مرور الكرام، وكان حدث جلل في تونس وبالتحديد لفريق الترجي التونسي انه يخسر 3. كابتن نبيل معلول هذا المدرب الكبير المحترم اللي قدم استقالته وتم اسناد المهمه لمجدي تراوي المدير او مدرب العام للفريق اللي كان مساعد مع كابتن المعين الشعباني. وكابتن المعين الشعباني الحقيقه بيتقال ان هو رفض عرضا من نادي الترجي التونسي لاستكمال مسيرة الكابتن نبيل معلول، ولكن أعتقد أنه هو رفض هذا العرض. عموما تعالوا نشوف تقرير عن إبداع المارد الأحمر في رادس والفوز المهم اللي تحقق على نادي الترجي. وخلي بال حضراتكم بعد التقرير ده عندي كلام مهم جدا 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 للرد على بعض الأمور الغير صحيحة والتافهة، ولكن بعد ما نطلع نشوف هذا القرار هذا التقرير. طيب في البدايه بس قبل ما اقول لحضراتكم او اتكلم مع حضراتكم في كم المغالطات اللي بتحصل من بعد مباراه الترجي لغايه دلوقتي، عايز بس اقول حاجه مهمه جدا. النهارده طول النهار النهارده الحقيقه من الساعه او الساعه 2 ظهرا ثم الساعه 5 ثم الساعه 9 كان هناك نقل مباشر لكل المباريات اللي نقدر ننقلها على الهواء مباشره لحضراتكم. ايضا بكره ان شاء الله في 3 مباريات هيبقوا على الهواء مباشرة مع حضراتكم. ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد سيدات، الأهلي والفريق التونسي هتبقى إن شاء الله في تمام الساعة 4، في تمام الساعة 6 نهائي دوري السوبر كرة السلة رجال، المباراة هتكون 4 طبعا الأهلي والاتحاد السكندري. ثم هذه المباراة ستقام في تمام الساعة 6، وهذه المباريات ستكون منقولة لحضراتكم على الهواء مباشرة على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي. أيضا نقل مباراة ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال، النادي الأهلي سيكون أحد أطرافها، ودي هتبقى في تمام الساعة 8. يبقى إذا اللي عايز بكرة يتفرج على كل مباريات النادي الأهلي اقعد على قناة النادي الأهلي من الساعة 4 لغاية الساعة 11 بالليل، بقى تقدر تتفرج على كل المباريات اللي حضرتك عايز تتفرج عليها على شاشتك على شاشة قناة النادي الأهلي. وبعد كده بقى نبقى مع حضراتكم على الهواء مباشرة. ربنا يكرمنا إن شاء الله وتكون كل هذه المباريات فوز للنادي الأهلي ونستطيع أن نحتفل لو ربنا كرمنا بكرة نادي الأهلي لو فاز على نادي الاتحاد السكندري في كرة السلة، إن شاء الله هنبقى فوزنا ببطولة السوبر لكرة اليد. كل التوفيق وكل أمنيات الطيبة لكل المباريات أو في كل المباريات اللي هيلعبها إن شاء الله النادي الأهلي غدا مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا مجلس اداره الحقيقه بيوفر لنا لبن العصفور، علشان مجلس اداره النادي الاهلي بيوفر لنا لبن العصفور عشان نقدر ننقل لحضراتكم كل هذه الاحداث على الهواء مباشره. على الجانب الاخر عندنا الحقيقه في شركه لايف المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره الشركه اللي برضو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده دايما يقول لي كلمتين، يقول لي اسلام اللي جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته عايزه نعمله. فالحقيقة كل الجهود بتتضافر عشان شيء واحد فقط، إسعاد جمهور النادي الأهلي. إسعاد جمهور النادي الأهلي هو اللي احنا عايزينه، أو تبقوا حضراتكم وانتوا قاعدين بتتفرجوا على مبارياتكم من خلال قناتكم تبقوا قاعدين ومبسوطين. خلينا بقى انتقل لبعض الأمور اللي حصلت اليومين 3 اللي فاتوا أو بعد مباراة الترجي تحديدا. طبعا هتقول لي ايه؟ طبعا يا عم اسلام ما انت شغال في قناه الاهلي فعمال بتبالغ. ممكن الناس تقول كده. او بعض من لا يشجع النادي الاهلي هو اللي ممكن يقول كده. لانه هناك بعض مفروض يعني ان هم اعلاميين مخضرمين ومحللين مخضرمين
المفروض ان هم اسماء كبيره في كره القدم. يقول لك ايه؟ الاهلي كسب الترجي بالحظ وبيكسب مبارياته بالحظ، وكولر ده محظوظ جدا. هناك حاله من التقليل لبعض من، خدوا بال حضراتكم من الكلام، هم مين؟ معروفين بالاسم ومعروفين ان هم ما بيشجعوش النادي الاهلي وبيشجعوا نادي اخر. خلي بالك ما تلاقيش واحد محايد وما عندوش تعصب لنادي معين الا بيتكلم بمنتهى الاحترام او بيتكلم باللي شايفه. فيقول لك ايه بعض من لا يشجع النادي الاهلي؟ يقول لك ايه؟ محظوظ جدا النادي الاهلي بيلعب الترجي في اسوأ حالاته. انا بلعب الترجي، نادي الترجي واحد من افضل الانديه في افريقيا وسيظل الفريق الافضل في افريقيا. وبالمناسبه نادي الترجي صعد كاول في مجموعته، اول في مجموعته يا شباب مظبوط؟ طيب نادي الترجي صعد اول في مجموعته على حساب ثلاث انديه اخرى، ناديين لم يصعدا ونادي صعد تاني المجموعه. اذا الترجي اللي الناس بتقول عليه وحش كان افضل نادي في المجموعه بتاعته وصعد كاول عن هذه المجموعه. والله العظيم انا بتكلم بجد، حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. لكن في النهاية أنا لن ألتفت لمثل هذه الأمور، لأنه كل اللي أنا بطلبه أن النادي الأهلي ياخد حقه وأن مستر كولر ياخد حقه. أنا بقول لكم أهو الراجل ده واحد من أفضل المدربين اللي موجودين، وأنا بقول لحضراتكم مرة أخرى أنه واحد من أفضل المدربين لأنه عايز يعمل حاجة ممكن يكونوا اللي جم في الفترة اللي فاتت. وهتشوفوا إن شاء الله بإذن الله أن هذا الكلام سوف يتحقق، وافتكروا الحلقة دي كويس عشان قدام شوية هفكر حضراتكم بالحلقة دي وهفكركم بحلقات أخرى. وأقول لكم فاكرين لما قلت لكم إن كولر ده واحد من أفضل المدربين اللي جم في كذا في علامات ودلالات على اللي أنا بقوله. خلال الساعات الماضية المركز الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن، مش اسلام الشاطر ولا جمهور النادي الاهلي بالمناسبه يعني عشان محدش يقعد يطلع يتنقد يقول لك اصل انتوا بتقولوا مش عارف ايه والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده. المركز احتلال النادي الاهلي المركز الخامس عالميا للتصنيف الثانوي للانديه لعام 2023. الاهلاويه اللي بيقولوا الكلام ده؟ لا. قناه الاهلي اللي بتقول الكلام ده؟ لا. النادي الاهلي تفوق على فرق كبيره ومرعبه في اوروبا وعلى مستوى العالم، بايرن ونابولي ومانشستر يونايتد وبورتو البرتغالي وميلان الايطالي وبرشلونه الاسباني. هل في جمال وعظمه افضل من كده؟ في فخر بفريقك وبناديك اكتر من كده؟ مين يقدر يحصل الاهلي؟ سؤال بيطرح نفسه. ولكن انا هرجع اقول ايه؟ اللهم حسد، اللهم لا حسد. ربنا يكملها لنا على خير وتفضل الدنيا ماشيه بهذه الانتصارات والبطولات وفرحتنا الكبيره ان شاء الله. يا رب يا رب. لسه بدري طبعا، لسه ثلاث مباريات على لو ربنا كرمنا في مباراه العوده امام الترجي التونسي. ولكن هنا الناس هتسالني اسلام وانت لسه بتقول مباراه العوده؟ انا لسه هقول مباراه العوده. انا راجل لعبت كوره وشفت كتير. كره القدم لا تأمنها إطلاقا إلا بعد نهاية الصفارة. بعد نهاية صفارة الترجي هتكلم مع حضراتكم عن المباراة النهائية إن شاء الله لو لينا نصيب وكسبنا. الأقرب طبعا النادي الأهلي، ولكن إحنا تعودنا على كده إن إحنا ما نتكلمش عن مباراة إلا لما تخلص اللي قدامنا. هل ده معناه أن النادي الأهلي صعد للمباراة النهائية؟ والله أبدا، النادي الأهلي لم يصعد للمباراة النهائية. النادي الأهلي حظوظه قد تكون بدل ما هي 50-50 النادي الأهلي أصبحت حظوظه 55 ونادي الترجي 45. في شوط اتلعب هناك ولسه في شوط اتلعب هيتلعب هنا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. فعايزين نركز مع فريقنا فقط، مش عايزين نركز في أمور أخرى. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. دايما
المارد الأحمر ما يتواجد مع الكبار بتاريخه وإنجازاته. طيب الحقيقة برضو انتصارات وإنجازات النادي الأهلي عاملة أزمة وصداع للبعض. في بعض الناس مش حابة أن النادي الأهلي يكون في المقدمة المصرية والإفريقية، يعني كل ما يفوز وينتصر وما يلاقيش نفسه طرف بتلاقي دائما ما هناك صراخ وعويل في هذه الأماكن. أحد الفصحاء، معرفش أنا بقولها صح ولا غلط، بس هو أحد الفصحاء يعني بيقول إيه بقى؟ إن الترجي فريق عادي وكان ممكن يخسر أكتر من كده لأنه في لعيبة غايبة ومش مستوى الترجي يعني. نفس الفصيح من شهر قال إيه؟ مش أنا اللي بقول، هو اللي بيقول أقوى مجموعة هي مجموعة الترجي. آه والله هو قال كده مش إسلام. ترجي كانت ساعتها يعني أقوى مجموعة، ترجي والزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. ده كلامه. ترجي تصدر هذه المجموعة الأقوى على حسب رأيه. النهاردة الترجي أضعف فريق، عشان لمجرد ان هو بيقابل النادي الاهلي. على فكره يظل دائما النادي الترجي هو واحد من اهم وافضل واكبر الفرق. خلاص؟ ده راينا احنا هنا في قناه الاهلي. عمرنا ما هنقول على الترجي ضعيف ابدا مهما كانت الامور، ولا كنا بنقول عليه ضعيف لما كسب الفرق اللي لعبها في مجموعته وتصدر على مجموعته، بالعكس كنا بنقول عليه فريق قوي ويظل دائما فريق الترجي فريق قوي. واحد تاني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيكرر السيناريو اللي بيتقال قبل كده. لو المقاولين كان لاعب الترجي في رادس كان هيكسبه، احنا بنحترم فريق المقاولين جدا انا شخصيا يعني. بقياده الكابتن شوقي غريب، قالها قبل كده مع الرجاء هذا الشخص يعني، وبيقولها دلوقتي. انا مش فاهم الحقيقه ايه المقارنات دي، وهو كده يعني هو حضرتك بتقلل من نادي ايه؟ المقاولين ولا مش قصدي مش عارف انت بتعمل ايه؟ المقاولين ده نادي له تاريخ كبير جدا جدا محليا وافريقيا. ولا انت عايز تقلل من فوز النادي الاهلي وخلاص؟ طيب الترجي ضعيف، ليه حضرتك الترجي تصدر مجموعته؟ طالما ان الترجي ضعيف كان في ثلاث فرق تانية ممكن تكسب الترجي. ده في فرق اتغلبت في ارضها وبره ارضها. انت عارف حضرتك ان لولا النادي الاهلي مش هيكون رصيد الانديه المصريه على الساحه الافريقيه الا ضعيف جدا لولا النادي الاهلي. لان النادي الاهلي هو دائما حامل لواء الكره المصريه على الساحه الافريقيه. والاهلي دايما بيدافع عن سمعه الكره المصريه. احنا خسرنا الدوري السنتين اللي فاتوا، لسه لم ينتهي الدوري السنه دي طبعا، ولكن كم من الاخطاء التحكيميه وكم من الضغط المباريات اللي حضرتك مش عايز ارجع اتكلم في هذه الامور، ولكن كان هناك اتجاه معين ان الاهلي يخسر وخسرنا السنتين اللي فاتوا. لكن السنه دي الحمد لله والشكر لله الامور مختلفه تماما، هناك بعض العداله. وبمناسبة التحكيم أنا بشوف العجب والله العظيم ثلاثة اليومين دول بشوف العجب من اللي بيحصل في التحكيم. واحد امبارح ضرب واحد كده في الشلوط وقداله ده يعني، والملعب شغال، الملعب بيلعب بدون كورة، والموضوع يستحق قرارات وقرارات مصيرية. لكن لا الحكم حسب حاجة ولا حكم الفيديو حسب حاجة ولا اللعبة دي اتعادت ولا أي حاجة خالص. يا جماعة لابد من التحقيق في هذه الألعاب. مش مع كابتن مصطفى مدحت بس اللي هو كان حكم الفيديو في هذه المباراة، ولكن مثل هذه الألعاب هي جريمة. مش محتاجة ان انا اوقف ووري واعمل،
بعدين انت يا كابتن مصطفى مالكش علاقه بحاجه، هات الحكم اتفضل يشوفها وخلاص، انت كده اخليت مسؤوليتك كحكم فيديو. انما تاخد قرار بان انت تكمل اللعب، والله العظيم دي حاجات سهله جدا 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 جدا، ولكن للاسف الشديد ما اعرفش ليه الناس بتبقى دايما مصره ان هي تعدي مثل هذه الالعاب. دي واضحه وصريحه. بعيدا عن الالوان، طلع الزمالك وطلع الاسماعيلي وطلع الكلام ده، مش قصدي، ولكن اللعبه دي لو حد شافها يقول عليها ايه؟ اللعبه دي لو حد شافها يقول عليها ايه؟ لما سالت قالوا لي كارت احمر، سوء سلوك، لازم يبقى في كارت احمر. ان لم يكن هناك تحقيق واتخاذ قرارات ضد من اتخذوا او سكتوا على هذه الاخطاء في مباريات امبارح، كده يبقى مفيش اصلا اصلاح للتحكيم. لان من 4 ايام شفنا الحكم وليد عبد الرازق وهو بيرتكب اخطاء كبيره جدا غيرت نتيجه المباراه، غيرت نتيجه المباراه، اقصت فريق وخلت فريق يصعد. فمثل هذه الأخطاء لا تحتاج إن أنا أتكلم عنها لا حضرتك سهلة جدا، تعالى يا كابتن وليد، اللي فاتوا الأخطاء اللي فاتت يا كابتن وليد دول خطأين أنت موقوف، يجب أن يكون هناك إصلاح. هو اتحاد كرة القدم ساكت على هذه الأخطاء ليه؟ لو هي أخطاء غير مقصودة، وأنا دائما ما أظن هذا، ولكن لابد من وقفه ومعاقبه المخطئ، لازم نقف ونعاقب المخطئ. مش شايفين اي تحرك لبريرا لغايه دلوقتي بصراحه، يعني انا برضو من الناس اللي مساندين لتجربه الحكم الاجنبي او للخبير الاجنبي، ولكن حتى الان لا، كابتن عصام عبد الفتاح بقى ولا لا، كابتن عصام صعب برضو. طيب ما اعرفش مين احد الاسماء يجي، لان بريرا حتى الان في 4 ايام ولا في 5 ايام اخطاء واضحه لحضراتكم اهي. فين بقيه الاخطاء يا شباب، جبتوها ولا لا؟ طيب ادي اتفضل حضرتك. تخيل حضرتك ان الكره دي ما فيهاش اي حاجه خالص، حارس مرمى بيرمي كره ماتش الاتحاد وفاركو. دخل يعني حارس المرمى واقف بتاع فاركو بيلعب الكرة، جت في دماغ لاعب الاتحاد ودخل الجول. الحكم وقفها ليه الحكم؟ ما اعرفش، ما عنديش فكرة والله. بعيدا عن الاتحاد وعن فاركو، ما انا ما بتكلمش في اسماء فرق، ولكن زي ما حضرتك شايف، هات لي الصورتين تاني، هات لي ماتش الزمالك والاسماعيلي والاتحاد وفاركو. انا عندي من الحاجات دي يا جماعة، والله لو حد سألني عندي كتير جدا جدا جدا، يوميا بنطلع، احنا قاعدين ده شغلتنا بالمناسبة، فقاعدين مش شغلتنا ان احنا نطلع الاخطاء، ولكن شغلتنا ان احنا بنقعد نتفرج على المباريات، كل المباريات على قد ما بنقدر يعني. فتخيل حضرتك ان كرة زي دي ما بتتحسبش. اين رئيس لجنة الحكام او اين الخبير الاجنبي في مثل هذا الامر؟ هات اللعبة اللي قبلها بتاعت لاعب الزمالك، حارس الزمالك. اين خبير الاجنبي في هذه اللعبة؟ أين الخبير الأجنبي في هذه اللعبة؟ يا جماعة حرام اللي بيحصل في كرة القدم المصرية، كرة القدم المسرحية المصرية تستحق أكتر من المسرحية اللي إحنا شايفينها. أنا بقول للحكام الحقيقة، أحبوا نفسكم شوية. والله بجد كلمة قالها كابتن سمير عثمان وهي كلمة صادقة. الحكام حبوا نفسكم شوية، احكموا باللي أنتوا شايفينه، يعني كرة زي دي لماذا لم تحتسب؟ كرة زي بتاعت الاتحاد وفاركو لماذا لم تحتسب؟ البنك قبل كده، البنك الاهلي بيحتج على لجنة الحكام او على الحكم في مباراة المقاولين. عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة، كيف سيتم حلها؟ انا مش عارف الحقيقة، انا ما اعرفش. كل الفرق زي ما حضراتكم شايفين كده، هناك ظلم واضح لكثير من الفرق. طيب نروح لموضوع اخير. في تصريحات امبارح خرجت من احد بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بلاش نتكلم على حد. يا جماعه مثل هذه التصريحات لابد
لابد أن تكون هناك وقفة كبيرة جدا قدامها. مش إسلام اللي قال بالمناسبة، أحد ده كان كابتن في يوم من الأيام لأحد الأندية، قال إيه؟ قال إن ناديه اللي هو بينتمي ليه جاب لعيبة في أول الموسم فيهم سمسرة كتيرة، مش إسلام اللي قال الكلام ده، وقال إن في لعيبة في النادي بتاعه خدوا 4 مليون ومضوا على 16 مليون. حضرتك سمع الفرق اللي بيتقال ده؟ 12 مليون جنيه فرق راحت فين؟ ده مش كلام إسلام ولا كلام جمهور النادي الأهلي، ولكن كلام اتقال من كابتن من كباتن أحد الأندية، وقال إن معاه تسجيل من اللعيبة دول وهم بيكلموه. طيب الكلام ده خطير جدا 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 ولا بد من التحقيق فيه. الكلام ده ما يحتملش غير حاجتين، يا اما الكلام ده صح ودي مصيبه ماليش بقى دعوه يبقى النادي اللي يتصرف، وبالمناسبه اتقالت قبل كده ومحدش ركز فيها خلاص، او الكلام ده غلط يبقى لازم اللي قال الكلام ده يتحاسب حساب عسير، لانه ما يصحش يتكلم بهذه الطريقه وبهذا الشكل على شاشه التلفزيون. يبقى هو الموضوع الكلام ده كله لا يحتمل الا الحاجتين، يا صح يبقى لازم يبقى في تحقيق ومحاسبه وبتاع ده قصه، او غلط يبقى يا جماعه اللي بيحصل ده مش اي حد يطلع يتكلم على الشاشه. هي فين الجهه الاداريه والهيئه العامه للاعلام؟ هل ممكن نسيب الامور كده؟ ممكن يكون الكلام ده صحيح؟ يبقى لازم الفلوس دي ترجع واللي عمل كده يتحاسب. لو الكلام ده صحيح، انا معرفش، لو الكلام ده مش صحيح لازم يكون في تحقيق مع هذا الرجل. وفي الاخر يقول لك اصل الاهلي فريق بيلعب فرق محظوظ، حظ ايه اللي انت جاي تقول عليه محظوظ؟ فريق الاهلي ده فريق محظوظ، بيلعب الترجي ومش شايف وحش، وبيلعب الرجاء وهو وحش، بيلعب كل الفرق وهي وحشه. تخيل بدل ما يقول ان النادي الاهلي بيشرف كره القدم المصريه. احنا بعد كده يا جماعه لازم نسمع كلام الناس دي بصراحه، ما هنعمل ايه؟ يطلع يتكلم هم ثلاثه اربعه معروفين ومعروف انتماءاتهم، وبيطلعوا يتكلموا هنا وهنا وهنا وهنا، وللاسف في قنوات محايده وقنوات فئويه، يطلعوا يتكلموا هنا وهنا 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 بنفس طريقه الكلام وبنفس الاسلوب وبنفس السكريبت، ولو اي حد اتكلم او اي حد قال حاجه يقول لك انتوا بتردوا. احنا ولا بنرد ولا بنعمل، احنا مهتمين بنفسنا، احنا مهتمين بالنادي الاهلي، ولكن مثل هذه الكلمات ومثل هذه الامور لازم نتكلم فيها ولازم نقولها. يعني مثلا يقول لك ايه؟ النادي الاهلي صعد من دوري المجموعات بسبب اطهر الطاهر. طب ما دي حقيقه، ندعي لاطهر الطاهر، شكرا يا اطهر الطاهر. اطهر الطاهر اضاع ركله جزاء، هو اضاعها، هي مش الكره بيحصل فيها كده ان انا ممكن اضيع ركله جزاء؟ اطهر الطاهر ضيع ركله جزاء، شكرا يا حاج طاهر، يا حاج اطهر الطاهر، متشكرين جدا لو انت يعني ضيع ركله الجزاء. استغلها النادي الاهلي وقدر يصعد من هذه المجموعه ويفوز على الهلال 3-0، ويصعد للدور الثمانيه ويفوز على الرجاء رايح جاي، رايح باتنين عندنا هنا في مصر اتنين وهناك تعادل في وسط 70-80 ألف متفرج، ويفوز في الدور قبل النهائي في اولى مبارياته على نادي الترجي في تونس في رادس 3-0، والمباراة اللي جاية صعبة جدا بعدين هتكلم فيها. فمتشكرين يا عم أطهر الطاهر، شكرا يا كابتن أطهر الطاهر، ماشي. الحظ لا يأتي إلا للمجتهد، والنادي الأهلي اجتهد وبشدة، وربنا بقى اللي مطلع، مش أنا ولا أنت ولا أي حد، ربنا بقى اللي مطلع. طب ما هو انا ممكن اقول لك ايه؟ ما محمد هاني ضيع ركله جزاء قدام سان داونز كان ممكن تحسم المباراه ويصعد النادي الاهلي بغض النظر عن الاهلي وسان داونز. الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه مش عايز حضراتكم تزعلوا منه، والله بجد من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، يعني مش عايز حضراتكم تسمعوا منه، لانه هو عايز يفطس النادي الاهلي بس. وبعدين احنا لسه ما عملناش حاجه بالمناسبه، احنا لسه في الدور قبل النهائي وعندنا مباراة العودة في الدور قبل النهائي، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل.
لان احنا النادي الاهلي لا ينظر فقط الا لشيء واحد وهو التتويج، غير كده بنعتبر نفسنا يعني مقصرين في حق جمهورنا. ممكن ما نكونش مقصرين في ملعب او حاجه، ولكن زي ما حصل السنه اللي فاتت، وصلت للمباراه النهائيه، وقفت وصلت للمباراه النهائيه وخرجت بسبب ظروف معينه وجواب مستخبي والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، لكن في النهايه قدرت اصل للمباراه النهائيه. النهارده انا 50% في المباراه النهائيه في حاله فوزنا ان شاء الله في المباراه القادمه امام الترجي. اخر حاجه عايز اتكلم فيها النهارده، موكينا المدير الفني لفريق سان داونز استوقفني تصريح لي، وضحكت من قلبي والله لما سمعت هذا التصريح، وقعدت اقول لنفسي ايه هو انا قريت الكلام ده فين قبل كده، قريت الكلام ده فين. طيب هقول لحضراتكم وانتوا اكيد كمان هتفتكروا معايا، موكينا بقى بيتعامل بعد ما تعادل سلبيا مع الوداد في المغرب وهو بتسع لاعبين، بعد ما اتطرد منه 2 لعيبه، يعني نتيجة هي المفروض ولا اروع يعني بالنسبه لفريق سان داونز، واللي عنده مباراه الحسم هتبقى في ملعبه بالنسبه له وسط جماهيره وكذا وكذا. موكينا بقى قال ايه؟ قال ايه؟ فريقي ليس الاوفر حظا للوصول للمباراه النهائيه او التتويج بدوري الابطال. ما عرفتكش انا كده بقى يا حاج موكينا، انت عايز تنيمنا او عايز تنيم الناس قبل الهنا بسنه؟ محدش عارف مين اللي هيوصل للمباراه النهائيه، مباراة الوداد وسان داونز اللي في سان داونز 50-50، 50% و50%، ما حدش عارف مين اللي هيوصل. مباراة الأهلي والترجي زي ما قلت لحضرتك يعني نسبة لا تتعدى 1 أو 2% أفضلية للنادي الأهلي، 52-53% والباقي للترجي، لأنه الترجي فريق كبير، فريق عظيم، واحد من أهم وأفضل الفرق في الدوري التونسي، واحد من أهم وأفضل الفرق في تونس وفي أفريقيا. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز على الترجي في مباراة العودة، ونشوف إيه اللي هيحصل بعد كده بقى، ساعتها نشوف برضو الوداد وسان داونز هيعملوا إيه مع بعض، ونبقى نشوف ساعتها مين الفرقتين اللي هيبقوا في المباراة النهائية، ولكل حدث حديث. طيب دي كانت الفقرة الأولى معانا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن خالد جدلة في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جدلة. ازيك كابتن خالد؟ اهلا بيك كابتن اسلام. إيه؟ والله الحمد لله تمام. كابتن خالد النهارده يعني بيقول لي شويه كلام رائع. كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي طبعا في بدايه كلامنا، وهنتكلم عنها اكتر النهارده، ولكن كنا ايضا بنتكلم عن مباراه السان داونز والوداد المغربي، وكان رايه فيها، وهاخد راي كابتن خالد في كل هذه الامور. لكن الاول خلينا نبارك لفريق كرة اليد رجال بفوزه على سبورتنج النهارده 32-28 في منافسات المجموعة الثانية في ختام الدور الأول وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل. وكالعادة طبعا بنبارك أو باركنا طبعا لفريق السيدات بفوزهم بدوري السوبر. الحمد لله كابتن خالد يعني الأمور ماشية في ألعاب الصلاة تحديدا قبل ما نخش على الكورة، الحمد لله الأمور جيدة. الأمور أكتر من رائعة. يعني كل الفرق الحمد لله نتائج هايلة، بطولات كبيرة جدا، مستوى رائع. نعم. وده ينم على رئيس نادي رائع كابتن محمود الخطيب، مجلس إدارة رائع، بيبثوا السعادة والفرحة لجماهير النادي الأهلي والأعضاء الجمعية العمومية، فحاجة جميلة. احنا بنعيش أيام حلوة جدا على مستوى كل الألعاب، بطولات كتيرة، مستوى مشرف. وعلى فكرة أنت جبت على فرقة الهاندبول، لأن أنا متابع جيد للألعاب الصالات، جيد جدا فعلاً؟ يعني ما بفوتش ماتش. يعني كل ماتشات اللي لعبت النهاردة أنا شفتها. أيوة. ما عدا ماتش الهاندبول ما كملتوش، كنت في الطريق. ولكن أنا عندي إحساس بالمدربين الكويسين، أنا بحسهم. مدرب بتاع النادي الأهلي اللي موجود بتاع الهاندبول ديفيد ديفيز هايل، أكتر من رائع. ليه؟ لأن اللي عمله في الفرقة أو التطوير اللي حصل في الفرقة، هو عرف عيب كرة اليد المصرية، البطء. احنا كل لعبنا بقى فاست بريك، كله سرعة، كله سرعة، فخلاص انت بتكسب اي حد. يعني كل هجمة بتتقطع بتروح
بجوان. هو ده بقى فكر مدرب، وهو ده التطوير اللي عمله مع اللعيبه، وغير شكل اللعيبه، غير شكل جيمات الهاندبول اللي كنا بنتفرج فيها. والله يعني احنا فرقنا نادي الزمالك يمكن في الاوقات اللي فاتت كانوا كان هو اللي فارق طبعا. احنا فرقنا بايه؟ بدي الفاست بريك، كل اللعب فاست بريك، اللعب الهجمات المرتده السريعه. وخلي بالك الهاندبول الكرة فيها من الهاندبول كتير في الحتة دي، في حتة ازاي تنتقل من الناحية الدفاعية للهجومية، وده اللي عملناه في مباراة الترجي. ده برضو من وجهة نظري الحاجة اللي مش تقليدية. الحمد لله نتيجة رائعة، كسبنا الترجي 3-0 بره ملعبنا. الترجي زي ما انت قلت فرقة كبيرة ليها تاريخ، بغض النظر عن الظروف اللي كانوا يعني بيواجهوها. بس ده مهم جدا يا كابتن، يعني هل النادي الاهلي فاز على الترجي لأن الترجي مستواه الفني سيء؟ لا طبعا، لأن احنا كنا كويسين جدا. والمباراة دي بالتحديد من وجهة نظري أنا هقول على النادي الأهلي، النادي الأهلي العالمي. لأن أنا قبل الماتش كنت في أي لقاء في التلفزيون في أي قناة كنت بقول أتمنى إن أشوف فرقة النادي الأهلي بتلعب الكورة الحديثة زي أوروبا. صحيح. بمعنى إيه؟ وإحنا معناش كورة بنرتد للدفاع كله ساعة ما بنقطع، هي دي بقى اللي كانت ناقصة، ودي يعني اللي كانت ناقصة وكان نفسي أشوفها. عملناها الماتش اللي فات بشكل هايل، ويمكن الجون الثالث اللي شفناه حاجة، الجون الثالث يدرس يدرس من الانتقال تحوله السريع من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية. وده لو اللعيبة بإذن الله، وده طبعا فكر مستر كولر لأن هو كان بادي الكلام ده حتى في كأس عالم الأندية مع فرق كبيرة وفرق قوية، ما لعبش جيم دفاعي، لا لعب جيم دفاعي هجومي. ولكن مع ريال مدريد لعبنا كده، مع فلامينجو لعبنا كده، ولكن هل تقصد ان هو بيحط شكل للفرقه؟ بان في الكلام، بان امبارح، بان في ماتش الترجي بشكل كبير جدا. انا اتمنى نستمر على هذا المنوال. حلو جدا الكلام ده، هنتكلم فيه اكتر. ولكن كلامنا فيما يخص، انا دايما كلامي بيروح للناحيه من يحاول ان يقلل من فوز النادي الاهلي. فاول حاجه هيقولها ايه؟ الترجي ناقص 3-4، والترجي فنيا في الملعب لا مش عارفين يقفوا، ما عندهمش مهاجم. والله هو حضرتك ما سمعتش الكلام ده؟ لا سمعت بس يعني بضحك، يعني باخد بسمعه من هنا واطلعه. طبعا فنيا النادي الاهلي قوي، احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله فرقتنا قويه ولاعبتنا قويه، عندنا مدير فني رائع، عندنا مدير كوره رائع، عندنا مدرب عام سامي قمصان رائع. لعيبه في تنافسيه بينهم ادت ان مستوى كل لعيب فيهم بقى هايل. بقى طبعا التنافس الشريف ما بين اللعيبه، انت عندك في كل مركز 2 و3 لعيبه الفروقات الفنيه بينهم بسيطه، ما تعرفش مين هيلعب كمان، ما تعرفش مين هيلعب. وحتى لما مستر كولر بيعمل روتيشن او عمليه التدوير بيقعد واحد وبيلعب واحد انت ما بتحسش ان في فرق. وده طبعا يرجع برضو لمجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، نجاح كبير جدا ان هو دعم الفرقه بشكل فني على مستوى رائع. طيب يبقى بقى نروح خلاص، لانه انا الحقيقه برضو كنت اتمنى ان انا اسمع ان الناس بتبارك للنادي الاهلي على اداء لسه. اصل خلي بالك برضو، ما هو هناك البعض يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي برضو في المباراه النهائيه. طب يا جماعه، هو على فكره الترجي ده واحد من اهم واعظم الفرق مهما كان ظروفه، مهما كان اموره، مهما كان استقالات كابتن نبيل معلول استقال وعمل وبتاع، ولكن في النهايه يظل الترجي واحد من العظماء في افريقيا. وبالتالي ما بتعرفش كره القدم يا كابتن خالد، طبعا وطبعا يعني حضرتك مش مضمونه في هذا الأمر. لا مش مضمونه، المباراه اللي جايه صعبه ومش هتخلص غير مع صفاره الحكم. وانا عارف ان النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي لا وصلوا لمرحله من الخبره بشكل كويس جدا، بيقدروا يفصلوا وبيقدروا يقيموا الامور صح. يعني هم هيقيموا الماتش اللي جاي في صورته الطبيعيه. طبعا مستر كولر والجهاز الفني والجهاز الاداري. ايه صورته الطبيعيه يا كابتن؟ صورته الطبيعيه، معلش انا يمكن كلامي هيبقى مختلف عن، بس انا هيبقى بدري، انا كان نفسي اقول الكلام ده مثلا يوم الاربعاء ولا حاجه، بس هيبقى بدري. التعامل مع الماتش اللي جاي ازاي؟ انا مثلا ساعات لما بسمع مثلا الناس بتتكلم في برامج او بتاع، لسه من يومين يقول لك النادي الاهلي ينزل يضغط ويلعب. يعني ليه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي لان دي شغلتي واشتغلنا القصص دي اللي تحسه انت المفروض مش اي حد يحسه. حقيقي انا بقى بحس المدير الفني اتعامل ازاي مع الماتش اللي جاي. انا ما عنديش ليه اتصارع، انا كسبان 3-0 وعايز اكسب الماتش.
طب هو انا اللي اتسربع ولا الترجي اللي يتسربع؟ المفروض ترجي. ترجي هيتسربع، يبقى انا اساسي ان انا ادافع كويس جدا ويبقى في تركيز على الهجمات المرتده، لان لو عملنا الكلام ده كل هجمه هنجيبها جول، لان هتلاقي المساحات وهتلاقي لا اما الترجي لا اما يلعبوا بسيناريوهين، لا اما يبقى خايف عشان ما يتغلبش ويبقى شكله مش كويس فهيتحفظ في اللعب، او عايز يعوض و3-0 كتير فهيجي يهاجم عليك هيندفع في الهجوم هيبقى في مساحات. انت ازاي بقى تصطادوا في الحته دي؟ ازاي بس اساسي ان انا ادافع كويس جدا، وازاي الهجمات المرتده اللي انا كنت لسه بكلمك فيها اللي عملناها الماتش اللي فات بشكل كويس جدا زي الهدف الثالث اللي احنا جبناه. مش ممكن العكس نفاجئ بان الترجي، خلي بالك الترجي يعتبر معين المدير او المدرب العام كمدير فني مجدي تراوري، مجدي تراوري لغايه لما يشوفوا المدرب اللي هيبقى موجود. ما عندهمش حاجه يبقوا عليها ولا هو. بس هو يعني يقول لك ايه؟ انا اروح العب الماتش ده اقفل، هو يعمل العكس يعني يقول لك ايه؟ انا اقفل واستنى اشوف الاهلي هيعمل ايه؟ هنستنى شويه براحتنا يعني، مش مستعجلين حقيقي. واحنا مش الفتره اللي الاهلي مش مستعجل. لا مش مستعجلين، نستعجل ليه؟ اوكي. ويعني يبقى الماتش، لا مش احنا اللي نستعجل، مش احنا اللي اعصابنا بايظه. يعني حضرتك عايز، انا عايز يعني سوري في الكلمه يعني بلغه الكوره عايز اصطاده. عارف ازاي اصطاده؟ تعالى انا ما انا واقف مش عايز انا كسبان 3-0 وامسك الكوره واحتفظ بالكوره وانقل الكوره زي ما عملناها هناك. صحيح. عملناها بشكل هايل محترم جدا جدا، بس عملناها كسبنا حاجتين، ان انت مستحوذ على الكوره وان انت في يعني بتدافع الكوره معاك فمش هيجي فيك جواه. اوكي. ولكن لما نستحوذ وما نبقاش مستعجلين تمام، نمره واحد هتضمن مفيش احتكاكات، مفيش حد هيتعور. انت تشوفه هو، خليه هو يجي لك، خليه هو يجي وبعدين عشان نصطاده بعد كده. لان انت دلوقتي نوعيه اللعيبه اللي عندنا بالذات الثلاثه الفراوده عندهم سرعات، سواء حسين الشحات، سواء كهربا، سواء بيرسي تاو، احمد عبد القادر، شريف، كل محمد شريف، كلهم عندهم سرعات. انت بباصه اتنين بتوصل لمرمى الفريق المنافس. فاحنا الماتش اللي جاي احنا نظر. مش متسربعين. دي وجهه نظري جميلة برضو في التعامل. انا ايه اللي يخليني انزل واضغط عشان انا كده كده هكسب؟ مش معنى كده ان انا مش هكسب، لا انا كده كده هكسب، بس هكسب بفكري بالعقل بالظبط كده. زائد ان احنا عندنا بعد كده في 3 ماتشات في الدوري ورا بعض، مش كده؟ بعد الماتش ده صحيح. فيعني هي الامور، انا متهيئ لي، انا متهيئ لي السيناريو اللي انا بتكلم فيه دون ممكن ان احنا نشوفه. ماشي، يعني هي وجهه نظر وتحترم. طب نرجع مره تانية لمباراه الاهلي والترجي الاولى. هذه المباراه بعد اول 5 دقائق احرزت هدف وتقريبا المباراه اتفتحت قدامك. شفت اداء النادي الاهلي فنيا بقى جوه الملعب؟ احنا شايفين ان حضرتك شايف ان هو عمل واحده من افضل المباريات وكل حاجه، ولكن جوه الملعب التحركات، التغييرات اللي عملها، يعني هو عمل، هو في الطبيعي بتاعه بيبدا التغييرات بتاعته في الدقيقه 60 السنه، النهارده او في هذه المباراه بدا بعد الدقيقه 75. ايه التغييرات اللي حصلت من وجهه نظرك؟ لان احنا في اللعيبه هو كان مبسوط جدا من الاداء. أوكي. سواء الاداء في النواحي الهجوميه او الدفاعيه. احنا جبنا جون من اول 4 دقائق. صحيح. نمرة واحد، الإعداد النفسي بالنسبة للعيبة للماتش كان على أعلى مستوى. وأكبر دليل على كده أن أنت في أول 5 دقائق قدرت تجيب جون. اللعيبة نازلة مش خايفة ولا عاملة حساب ماتش بره ولا على ملعبها، لأن الكورة دلوقتي ما بقاش فيه ماتش على ملعبها. عدم وجود الجمهور برضه فرق تهيألي. وعدم وجود الجمهور فرق، بس برضه ما كانش هيفرق معانا، ده كان هيدي ضغط، هيبقى ضغط على لعيبة الترجي. لأن احنا لعيبتنا اتعودت أن هي تلعب قدام جماهير بأعداد غفيرة. أوكي. وقبليها لعبنا قدام الرجاء وكان الملعب مليان، وبالعكس كنا يعني كل ما بتزيد الجماهير كل ما ثقه لعيبه النادي الاهلي بتزيد. فهو كان شايف ان اللعيبه ادت بشكل كويس جدا في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه، هيغير ليه؟ الدنيا ماشيه واللعيبه فايقه، حتى من الناحيه البدنيه اللعيبه خفيفه. هنبص اللعيبه الاقيه خفيف وهو بيتحرك، مفيش تقل، ما بيجرش في رجليه، فايق، ما بينهكش لما بتيجي عليه الكاميرا، بيجري رايق، بيتحرك بكوره، بيتحرك من غير كوره. وبعدين الفرقه شكلها اتحسن بشكل كبير جدا
بسبب ان في تحركات بدون كوره محدش ملتزم بمكانه. يعني انا بفضي نفسي بهرب من الرقابه. فاللي معاه كوره بيلاقي حل واثنين وثلاثه يقدر يتصرف فيها. فادينا بشكل كويس عشان كده التغييرات اتاخرت. هو لو كان عليه انا كنت حاسس بيه، ما هو مش عايز اغير، عايز اكمل كده. احنا ماشيين كويس وعمالين بنجيب جون في اثنين في ثلاثه. الاداء على المستوى الهجومي والدفاعي حتى على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الثقه الامور ماشيه حلوه جدا. ولكن هو بدءا من دقيقه 75 ابتدى يغير. اهدار بعض الفرص السهله من وجهه نظرك هي بتاعت كهربا؟ لا كهربا، وفي واحده احمد عبد القادر، وفي واحده اسهلهم كهربا. اسهلهم كهربا طبعا. الاولانيه اللي هي بعد الجون الاولاني. بعد الجون الاولاني وكانت مهمه جدا في توقيتها. الـ يعني طاهر برضو واحده لو عملها لشريف، لو عملها بالعرض لشريف في الاخر، ده انت وانت كسبان ثلاثه. انت فرصه كسبان احمد عبد القادر واحمد عبد القادر وفرصه طاهر وانت كسبان 3-0. صحيح. فده ياكد الكلام اللي انا بقوله. واللي انا عرفته كمان ان هو هيعمل محاضره كولر، يعني هيعمل محاضره للاعبين ويتكلم معاهم بخصوص اضاعه الفرص السهله. طبعا. طب لو مش كسبانين ثلاثه كنا عملنا ايه؟ تبقى مشكله. لا، الفرصه في الماتشات المصيريه في البطولات الكبيره فرصه يعني جون، نص فرصه يعني جون، وهو ده اللي بيفرق لعيب عن لعيب. صحيح. فرصه كهربا كانت اسهلهم، كان توقيتها مهم جدا، لان 1-0 وتغطي بجون تاني كان هتخلص الماتش. ولكن يمكن الوضع التشريحي بتاع جسم كهربا كان غلط. يعني هو لعبها برجله الشمال وضع مش انا على فكره ما خدت يعني ما لا يعني ما فهمتهاش. انا ما فهمت، انا ما اعرفش، انا قلت ايه القرار اللي هو خده عشان يلعبها كده؟ كان عنده حلول تانية كتير جدا. قال لي هي كانت تحت رجلي يا كابتن فانا شطها على طول. عنده حلول كتيره جدا. لا، لو هي تحت رجلي وهشوطها على طول اشوطها بوش الرجل الخارجي بقى، يعني اعملها كده بس تلف كده. لا، كانت تحت رجله الشمال. هو بيقول لي انا لقيتها تحت رجلي الشمال فجاه. معدل الجسم، في حاجه جابتها كده. هو كان ما كانش في مدافع بيجري وراه ولا اي حاجه لوحده، ولكن هي بتحصل. جاب اجوان اصعب من دي كتير. لا بكتير. انما هي بتحصل، وباذن الله يمكن الماتش الجاي هيعوضها باذن أوكي. الله. الاكبر دليل على كلامي وان احنا كسبانين 3-0، ازاي ان احنا عملنا التحول من الدفاع للهجوم على اعلى مستوى رائع زي الفرق العالميه. طاهر مضيع كوره، لو عملها بالعرض لشريف هيجيبها جون سهل جدا. عبد القادر، احمد عبد القادر مضيع هدف، واحنا كسبانين 3. فاللعيبه بتلعب ونفسها مفتوحه وخفيفه في الحركه وفاهمه التكتيك اللي الراجل عايز ينفذه وبينفذوه، واكيد في التمرين اتمرنوا عليه مره واثنين. اصل ده تعود. ان انت لما الكره تتقطع ازاي تتقدم ومين اللي بيجري. يعني في الفاست بريك دون او الكاونتر اتاك، انا جيت في التسعينات، في اخر التسعينات كان عندنا فرقه هاندبول جامده. الاهلي كان منتخب مصر. أوكي. والاهلي طبعا كان مدرب الماني اللي ماسك المنتخب، وكان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد. فقابلته مره في النادي، قلت له عايزك اروح اتفرج على التمرين. قال لي ليه؟ قلت له هروح اتفرج بس. فرحت اتفرجت، قال لي المواعيد، رحت واتكلمت مع الراجل الالماني على الفاست بريك بتاع الهاندبول. عشان كده حضرتك كنت مركز طبعا. فقلت له لما الكره بتتقطع هل انت بتبقى محدد مين اللي هيجري قدام ولا هي بتبقى؟ قال لي لا طبعا ببقى محدد. بص قال لي ايه، في الحته دي في تشابه بين الهاندبول والكوره بشكل كبير مع اختلاف المساحات طبعا. قال لي لما بنقطع الكره من ناحيه الشمال اوريدي اللي ناحيه اليمين هو بيجري سبرنت قدام، ما بيبصش، بيجري سبرنت عشان هو اللي هياخد، واللي بيقطع من الجنب ده بيبقى عارف ان هو هيلعبها للجنب التاني. وده غالبا برضو اللي بيحصل في الكوره. عايزين نتعود على كده. يعني تبقى مش مره واتنين، لا عايزين يبقى على طول. هو ده التعود، ان اللعيبه تلعب بهذا المفهوم وبهذا النمط، لان هي دي كره القدم الحديثه. فانا بعد الماتش بتاع الترجي سعيد جدا بالنتيجه، سعيد جدا بالاداء، ولكن سعادتي كانت اكبر بالشكل اللي النادي الاهلي لعب بيه. لانه شكل اوروبي حديث عالمي. طيب انا اصلي انا عندي مشكله في ان هو مش عايز برضه ابص لمن يحاول ان يقلل من النادي الاهلي. لا انا بس عايز انا ارد عشان انا سمعتك في الانترو اللي قال بالحظ. لا انا اقول له بس احنا ما بنلعبش طاوله ولا بنلعب كوتشينه. لا احنا صحيح. بنلعب كوره. الكوره ما يتقالش فيها حظ. لو هو بيفهم كان قال توفيق. توفيق ماشي. اوكي، انما حظ ده في الطاوله. لا، والحظ بيجي للمجتهد برضه.
التوفيق هو التوفيق بيجي التوفيق للمجتهد بيجي صح. للمجتهد اللي بيتعب. يبقى انا اعتمد يا جماعه حتى الكلمه، حتى لو انا قلت بعد كده الحظ بيجي للمجتهد تقولوا لي توفيق طبعا، ان هو التوفيق بالفعل. طبعا طبعا الطاوله فيها حظ، ممكن واحد بيقرص بتاع ماشي، انما في الكوره لا، ده توفيق، والتوفيق بيجي للي بيتعب والمجتهد، واللي ربنا سبحانه وتعالى بيحس ان هو يجي له التوفيق يبقى معاه. فاحنا الحمد لله ماشيين بخطى ثابته عشان في نظام وفي احترافيه في الاداء من ناحيه كل الناس اللي موجوده. فطبعا التوفيق لازم يكون معاه. بالمناسبه برضو الصحف التونسيه دلوقتي لسه بيقولوا لي، مش رسمي يعني، ده كلام يعني في الصحف التونسيه والمواقع التونسيه، احنا بنتابع طبعا ايه اللي بيحصل في تونس عشان نعرف مين اللي هيكون المدير الفني للترجي المباراه القادمه. حتى مجدي تراوي لم يتوصل، اداره الترجي لم تتوصل لاتفاق معاه حتى الان. فبالتالي انيس البوسعيدي ده احد الاسماء المرشحه لان هو يكون مؤقت كده لغايه لما يجيبوا وجه شاب يعني. ويعني تقريبا تحس هو زي ايه، سامي قمصان كده يعني، حد كده. ايوه يعني هو ده اللي يعني الاقرب حاليا ان هو يكون موجود كمدير فني مؤقت لنادي ده بقى يتعمل حساب ليه، هيكون عنده دوافع يعني. المدرب الصغير ده اللي هيبقى ماسك بعد هزيمه 3-0 وصغير هيبقى عنده دوافع اكتر من مدير فني كبير. ليه بقى يا كابتن؟ في الماء عشان يثبت نفسه. اوكي. يعني هو جاي على هزيمه فرقه خسرانه 3-0، فلو خسر او طلع ما حدش هيكلمه. يعني لو خسر 1-0 هيقولوا له انت كويس. برافو عليك، ولكن لو عمل حاجه طبعا فالدوافع عنده تخوف، عشان كده لازم يبقى في تركيز مننا، وفعلا المباراه مش هتخلص غير مع صفاره الحكم. انا متوقع الحقيقه يعني معظم اللعيبه الحقيقه لما كنت بتكلم معاهم ببارك لهم والكلام ده كله، لا ما يعني لا كابتن لسه الماتش الثاني وبنشوفه وهنعمل. بقول لهم يعني يا جماعه لسه بدري، محدش يفكر ان طبعا. لان الترجي فريق كبير. قلت له تخيل لو لا قدر الله العكس اللي حصل، كانت هتبقى الناس جايه القاهره عامله ازاي؟ فانه الموضوع صعب جدا 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 في المباراه القادمه. وبالمناسبه برضه هو انيس هو المدرب المساعد اللي يعني هم كانوا اثنين موجودين، مجدي ولا مجدي ما كانش موجود؟ كان انيس هو اللي موجود كمدرب مساعد للكابتن للكابتن علي معلول الحقيقه. نبيل معلول. ايوه هم الاثنين معلول. ايوه فما نشوف يعني ايه اللي هيحصل. احنا بنحاول نتابع دائما الصحف التونسيه ايه اللي هيحصل فيها، لانه في النهايه احنا يهمنا على راي حضرتك لو مدرب هيبقى عايز يعمل اي حاجه علشان بالزبط. هو كده كده الموضوع مش في دماغه، لو كسب تبقى يعني حاجه ضربه جامده. يا ريتك كنت موجود. بالظبط. لو خسر يبقى عادي، لو خسر ولكن مش هيخسر يعني، يا مسهل يا ربنا يسهل ربنا معانا. طيب على الجانب الاخر، شفت مباراه الترجي السان داونز والوداد؟ اتفرجت عليها. ايه راي حضرتك؟ ماتش كان كويس. فرقه الوداد عامله زي فرقه الرجاء. أوكي. نفس السيستم، شباب، حيويه، جري، لياقه، فنيات قليله، الحلول الفرديه عند اللعيبه قليله، ففرقه من وجهه نظري ما تخوفش، ولكنها فرقه منظمه يعني بتلعب كوحده واحده، ما عندهمش نجم، ما عندهمش لعيبه عندهم حلول فرديه بشكل يقلقك غير سان داونز. سان داونز لا، عندهم لعيبه عندها حلول وعندها مهارات وعندها فكر وعندها مساحه رؤيه بشكل كبير جدا. وعلى فكره فرقه سان داونز اللي مميزها شويه كل اللعيبه حتى المدافعين مساحه الرؤيه عندهم يا اسلام. انت عارف في لعيب كوره يبقى بيلعب شايف 5 متر قدامه بس، هو ده اللي شايفهم. في واحد تاني يبقى شايف 50 متر، في واحد تاني يبقى شايف 100 متر. كل ما مساحه الرؤيه عند اللاعب بتكبر عندك حلول كتير، هيبقى احتمالات ان هو يغلط حتى في التمرير قليل. هم عندهم الحته دي كويسه جدا على كل مستوى الفرقه، ولكن عندهم بعض نقاط الضعف اللي باذن الله احنا نعدي مباراه الترجي ونعدي هذا الدور، وهم لو وصلوا يبقى عندهم نقاط ممكن نستغلها بشكل كويس. مباراة الترجي و انا اسف مباراة السان داونز والوداد طرد لاعب واحد من حضرتك بتقولي واحد من اهم اللاعبين رقم 35. ده انا بتفرج عليه. بص بقى انا نمره 35 ده اسلام اللي هو بيلعب بشماله اللي اطرد اللي هو داس على لاعب الوداد. الاسمراني شويه الاولاني اللي اطرد، هو مش فاكر اسمه، ميمو حاجه كده يعني، بس انا متابعه من الماتشات اللي قبل كده. ده من اللعيبه اللي اتمنى اشوفها في النادي الاهلي،
رقم 35 أشول في نص الملعب بلاي ميكر، ولكن مش بلاي ميكر تقليدي، مش على الواقف، بيتحرك متحرك، بصير على أعلى مستوى، بيشوط برجله الشمال زي الدنات، بيجيب جوان، بيدي سروهات، بيرجع بيدافع، فلعيب متكامل. فأنا يعني لو هيتوقف ماتشين أنا هبقى مبسوط جدا إن هو بإذن الله لما نوصل ما يلعبش قدامنا. رقم 35 35 لعيب كويس. طبعا مطرود مني اتنين لعيبة، لعيب وبعد كده بشويه او في اواخر الشوط الثاني لعيب اخر، ولكن مش باين على فريق صن داونز ان هو كان مطرود من عنده حد، لان هم تكتيكي فاهمين، هم جوه الملعب ما بيسرحوش. أوكي. يعني في حته التمركز كل واحد بيلعب في المكان بتاعه بشكل كويس جدا، ازاي بيقللوا المساحات لما اتطرد منهم اتنين، قللوا وضيقوا المساحات على فرقه الوداد. وزي ما بقول لك فرقه الوداد ما عندهمش اللعيبه اللي عندهم حلول فرديه يقدروا يتغلبوا على هذا الكلام، فما بانش ان فرقه صن داونز بتلعب ناقصه يعني. حتى الزياده العاديه فرقه الوداد ما استفادتش منها. وليه ما استفادتش منها؟ لان زي ما بقول لك ما عندهمش اللعيبه، الحلول الفرديه عندهم ضئيله جدا. فريق صن داونز واحد من اهم الفرق التي لا تعتمد على الاطراف، بيعتمد دائما على عمق. ومع ذلك يا كابتن، نقطة مهمة قوي دي. ومع ذلك كل مباراة بيجيب اجوان، وبيجيب اجوان حلوة، في ظل يعني المفروض يعني اللي احنا عارفينه في الكورة ان العمق ده هو اللي مقفول، وهو دايما يقول لك العب على الجناب. ده هو العمق اللي بيجي منه الاجوان. ما هو الجناب هم الاوفرات اللي هي مساعد، عامل مساعد. بس لو ما عندكش حد بيلعب بدماغه كويس هتبقى كل الاوفرات دي على الفاضي. صحيح. هم عشان لعيبة كورة كويسين، وزي ما بقول لك مساحه الرؤيه عندهم هايله، كره بيعرفوا يباصوا، ما بيغلطوش في الباصه غير كل فين وفين. تمام. فهو بيعمل ايه؟ زي ما احنا بنقول في محللين تطلع يقول لك الفرقه دي بتعمل خلخله لخط الدفاع. يعني ايه خلخله لخط الدفاع؟ ما هو الناس ممكن ما تفهمش اللي بيسمع يعني. صحيح. ايه بقى هي الخلخله؟ ان ازاي انا اطلع كره على جنب من الجناب، لان لما الكره بتطلع على جنب الفرقه كلها بتتحرك كده. صحيح. وازاي ارجعها تاني واخترق من العمق؟ انت كده بتخلخل، هو ده خلخله خط الدفاع. ان انت تطلع على جنب اخدها، اطلع على جنب تاني، كل ده انا بحرك الدفاع كده وارجعه كده. وبعدين صحيح. لو عندي ناس بقى بتعرف تباصي وبتعمل وانتوهات في مساحات ضيقه، هم بقى بيجيبوا الاجوان من الحته دي، لان هم متميزين فيها جدا جدا جدا. فهو ده اللي بيعملوه. انما اجناب اقفل العمق، اقفل العمق، صن داونز مش هيجيب اجوان. بيلعب بره مفيش اي مشكله بره، لان اخره الكوره هم ما بيدفعوهاش، هو بيطلع كوره بره عشان يرجعها ورا تاني عشان يدخلوها على العمق ويبتدي يخترق من العمق، سواء بتسديد او بوان تو او بثرو. اخطر لعبتهم بعد 35 في كابتن الفرقه في نص الملعب هايل. هم بيعتمدوا دائما اعتقد يا كابتن خالد على نص الملعب اكتر من بالظبط اكتر من الفراوده، لان وبعدين عندهم ولد امبارح القصير سريع قوي ما لعبش خالص امبارح، فيرود لعب ضدنا. لعب ضدنا الماتشين في مصر، ضدنا الماتشين. صحيح. لعيب كويس قوي برضو، يمكن هو قعده مدخر للماتش اللي جاي. هم عندهم هي فرقه تقيله، فرقه كويسه، عندهم حارس مرمى رائع كمان. ده بص انت، انا امبارح وانا بتفرج يعني اكدت لنفسي ان حارس المرمى ده اساسه لعيب، ده كان لعيب. شال واحده يا كابتن، شال واحده اللي بدماغ الدباغ دي اللي صعبة في اخر الشوط الاولاني، اللي هي الفاول اللي اتطرد فيها اللاعب اللي عملها بدماغه اللعيب الوداد وكانت هتخش جول. شالها. لا عملت برجله ازاي بقى لما لعب لا والكره الثانيه اللي المفروض يحطها في البعيده حطها في القريبه، لاعب برده الوداد. أيوة. الواد شالها، يعني اللعيب شالها برجله. لا لا لا، حارس المرمى شالها بطريقه مش يعني ده اساسه كان لعيب كوره وقلبوه حارس مرمى. مش يعني اساسه حارس مرمى كويس قوي. حاجه كمان، حتى ضربه المرمى، اي ضربه مرمى حتى لو هتبتدي تبني من تحت بتلاقي حارس المرمى بيلعبها الباك من الباك. لا ده هم بيلعبوا له هو الكوره عشان هو اللي يستلم ويمشي وباصي. ما بيغلطش، رجليه مظبوطه وفكره. عارف شبهني امبارح في التوقع
عنده نسبه توقع عاليه جدا. فكرني بالمرحوم كابتن ثابت البطل في الحاجات اللي بالعرض والحاجات اللي بيطلع. كابتن ثابت كان بيتوقع بشكل كبير. كان بيوقف يستنى الكره فين؟ هو حارس المرمى ده كده. لان هو انا متهيالي ده اساسه كان لعيب كوره وقلبوه حارس مرمى، لان مش ممكن المهاره دي اللي في رجليه وفاهم وبيتوقع وعارف الدنيا ماشيه ازاي. هل حارس مرمى الترجي مباراه الاهلي والترجي اللي هو سبب في الهدف الاول بتاع بيرسي تاو يعني من اسباب خساره الترجي؟ بما اننا بنتكلم عن حراسه المرمى طبعا. امبارح وهو بيسخن واتفرج مع ابني في البيت، عمر ابني، قلت له عمر حارس ايه حارس المرمى ده بتاع الترجي فعلا؟ واضح. طبعا. فهو بعيد يعني، معز بن شريفيه فرق جامد جدا في الحته دي. هايل. من ناحيه الخبره ومن ناحيه الوقفه والثقه وكل حاجه. فطبعا من امبارح مش هو من الاسباب، لانه دون المستوى يعني مش على مستوى نادي الترجي بتاريخه وبطولاته وكل حاجه. لا، حارس مرمى بعيد ما ينفعش يكون الحارس الثاني بتاع نادي الترجي بالمستوى ده. المدربين اللي مسؤولين عن النادي الترجي بعد المباراه قالوا، بعد كابتن علي معلول يعني ما اتكلم، طلع المتبقيين معاهم يعني وهيجوا معاهم بكره او بعده القاهره، قالوا ان احنا هنروح نكسب النادي الاهلي في مصر. لازم هيقولوا كده، دي حرب يعني، مش يعني الكلام النفسي او الاعداد النفسي بالنسبه للعيبه. زي الترجي فريق ليه تاريخ وفريق كبير، مش هيصغر من نفسه. لازم هيقول كده، هنروح وهنكسب والامل موجود يعني. ده الكلام الدارج طبيعي اللي قبل الماتش الطبيعي. واحنا في نفس الوقت برضو ما احنا هننزل ونكسب وعايزين نعدي الدور. ف على الجانب الطبيعي على الجانب الاخر، الصحف التونسيه اكدت ان الاهلي وصل للمباراه النهائيه. بيتكلموا واقعي واقعيا وفنيا احنا وصلنا، ولكن الكوره ما فيهاش كده. الكوره ما فيهاش كده، يعني ايه وصلنا بس الكوره ما فيهاش كده؟ لا يعني فنيا لو هنقيس الفرقتين بالامكانيات بالفكر بالمستوى بالثقه بالنتائج اللي معموله قبل كده، لا النادي الاهلي احنا وصلنا، ولكن مش هينفع نقول نحط الكلام أو ده نعمل كده في دماغ اللعيبه او في دماغنا. لا، احنا هنلعب زي ما انت قلت، خلصنا شوط، ده شوط تاني هنلعبه. ننسى 3-0 والنتيجه 0-0 وننزل نلعب ونأدي بالشكل اللي احنا منتظرينه، لان هيبقى في وسط جماهيرنا ولاعيبه النادي الاهلي، لازم تفرح جمهور النادي الاهلي على ملعب. مباراه الترجي برضو القادمه، هل من المتوقع ان تشاهد تغيير سواء في الاهلي او في الترجي؟ في الاهلي مش هنشوف تغيير، لان الفرقه ماشيه كويس. هيكمل بنفس الشكل. عندي برضو حته ساعات لما مثلا ثلاثه تفندرات بيلعبوا في نص الملعب زي حمدي وزي ديانج وزي مروان عطيه. اوكي. الناس بتقول ده بيلعب دفاعي. لا، الكلام مش في الكوره كده. يعني ايه بيدافع؟ ولما يطلع واحد من دول وينزل واحد بلاي ميكر يقول لك ده بيهاجم. هي الكوره مش كده. انا ممكن العب الثلاثه مدافعين في نص الملعب اساسهم، بس ادي واجبات هجوميه وما يبقاش في تمركز في المكان. يعني كفايه يبقى واحد وانا بهاجم، ممكن كفايه اتنين يبقوا موجودين ثابتين عشان يامنوا الدنيا، والتالت زي ما بنشوف حمدي فتحي بيتقدم وبيجيب جوان وبيشوط بالتبادل، مره حمدي مره ديانج مره مروان عطيه. المهم في تامين وناس ثابته. فمش معنى ان انت بتلعب بثلاثه تفندر يبقى انت بتدافع، لا بالعكس. طب ما احنا بنلعب ثلاثه تفندر، كسبنا ثلاثه بره ملعبنا وبنلعب بالثلاثه الديفندر دول، فهي مش طريقه دفاعيه. كره ما فيهاش طريقه دفاعيه وطريقه هجوميه، وانت معاك المهام هي بتكون طبعا المهام. يعني مثلا كابتن اسلام الشاطر بيلعب باك رايت، انا ممكن مدير فني اقول لك ما تقدمش، خلاص مهام بتاعتك. مهام دفاعيه 70% دفاعي 30% هجومي، وممكن اقول لك 50-50. فالمنظر بيتغير طبعا حسب المنافس اللي انت بتلعبه وحسب انت عايز ايه من الماتش. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن خالد، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اخر استعدادات او بدايه استعدادات النادي الاهلي. هتبدا من غدا لمباراه الترجي في مباراه الاياب في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني عندنا بعض الاصابات يا كابتن خالد، يعني عوده ربيعه، عوده محمود متولي، عوده عمرو السوليه، كل هؤلاء اللاعبين هيبقوا موجودين ان شاء الله خلال الفتره الجايه وهيبقوا متاحين لان هم يكونوا، اعتقد وجودهم هيفرق. طبعا هيفرق. هيفرق، بس اللي بعيد
مش يعني مش هيفرق في الماتش اللي جاي، ماتش الترجي ده ليه حسابات تانية. هو ممكن الناس اللي بعيده هتبتدي تخش على مراحل في ماتشات دوري الثلاثه اللي ورا بعض، لكن الترجي لا، لا صعب. الترجي مستر كولر انا من وجهه نظر، لان كل المدربين الاجانب لما بيكسبوا بمجموعه معينه وبسيستم معين ما بيغيروش، بيفضل عليه. يعني بيفضل عليه مهما كانت النتيجه ومهما كانت الامور ومهما كانت كل حاجه. مش مهما كانت النتيجه، طالما النتيجه كويسه. لا ما هو مهما كانت النتيجه اقصد يعني انت كسبان فريق الترجي 3-0 في تونس، وبالتالي من الممكن، اصل انت دلوقتي عملت روتيشن قبل كده في بعض اللاعبين في بعض المباريات الكبيره. ايوه قبل كده. وحضرتك بتقول ان احنا او لا يعني بعد مباراه الترجي احنا داخلين على 3-4 ماتشات ورا بعض. قبل ان شاء الله يعني لو ربنا كرمنا وصلنا للمباراه النهائيه هيبقى 3-4 ماتشات في ظرف اقل من شهر بالظبط، او لا يعني اقل من 20 يوم كمان. طبعا طبعا. فبالتالي هتبقى في ضغطه شويه. ايوه هي دي بقى الوقت اللي يبتدي يدخل الناس او يريح اللي هم الثلاث ماتشات الدوري. طبعا لو في مباراه، انا بتكلم على ماتش الترجي هيبقى صعب. لان مثلا عمرو السوليه بقاله فتره بعيد ما ياخدش شويه. لا ما ياخدش شويه عشان ما تظلموش، عشان مصلحته هو. ليه ده احنا كنا بنقول انه ممكن يعني مثلا في ماتش الاخراني ده الترجي نتيجه 3-0 كان ممكن يحط عمرو مثلا يباصي يعمل يعني ياخد حساسيه الماتشات. هو يعني عشان عمرو بقاله فتره هو مش عايز يدخل حد بقاله فتره، لان برضه عينه على الماتش اللي جاي. يعني هو عينه على ماتش يوم الجمعه. فهو عايز يكمل بنفس المجموعه اللي بتلعب اللي هي سليمه 100%، ما كانش عندها حاجه اصابه ولا مريحه ولا حاجه. الفرص هتبتدي تتاخد من بعد ماتش الترجي باذن الله بعد ما نعدي. هل ممكن نجد شريف قفشه اسماء اللي ما بتلعبش بقالها فتره بس موجوده مش مصابه موجوده مع الفرقه ممكن نجدهم في المباراه القادمه؟ القادمه؟ الترجي برضو. شريف شريف ممكن. شريف ممكن بس مش من البدايه، ده برضو من وجهه نظر. هو يعني برضو من وجهه نظري طبعا الكلام ده، مستر كولر هو اضرب طبعا احسن طبعا مننا كلنا، بس احنا هو بنقول ارائنا يعني. انا شايف انه هيلعب بنفس الناس، ولكن شريف ممكن يكون ليه دور ولكن مش من البدايه. بيبقى تغيير هيدي لك قوه برضو بشكل كبير. قفشه بعيد، لان حتى الماتش اللي فات لما هو فكر مستر كولر فكر في قندوسي، فقفشه يبقى كده بعيد. يعني هو هيكمل ممكن بعد كده في الثلاث ماتشات بتوع الدوري اللي هم الفوارق ما بينهم هتبقى قليله، ثلاث ايام واربع ايام هيبتدي يريح الناس اللي هي اشتغلت بشكل كويس الفتره دي. التالق الغير عادي الحقيقه لمحمد الشناوي خلال الفتره اللي فاتت اعتقد له دور مهم جدا جدا في وصول النادي الاهلي حتى الان في الدور قبل النهائي. طبعا محمد الشناوي اي حارس مرمى 50% من 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 مستوى الفرقه في اجاده حارس المرمى. محمد الشناوي احسن حارس مرمى على مستوى افريقيا، بيدي ثقه للعيبه بشكل رهيب جدا. خط الدفاع، واكيد انت يعني اكتر مني درايه بالخط الدفاع، لما بيبقى بيلعب وراه حارس مرمى هو مطمن له، لا بيدي له ثقه بشكل كبير جدا. سواء من ناحيه التعليمات، سواء من ناحيه الثقه، من ناحيه انت مش قلقان على اللي في ظهرك فيه ايه، انت عارف ان حتى لو اي غلطه هو بيشيلك. الشناوي بسم الله ما شاء الله وصل لمرحله انا شايفه ان هو احسن فعلا حارس مرمى في افريقيا. اخيرا يا كابتن خالد، نصايحك ايه بقى لكولر وللاعبين في مباراه في ظل هذا الضغط الجماهيري، ان المباراه سهله وان المباراه انت كسبان 3 وان انت مش عارف ايه وبتاع، فالمباراه دي بالنسبه لك سهله، تقول ايه في مثل هذا التوقيت لو انت المدير الفني للاعبين ومع اللاعبين كيفيه تفكيرهم؟ مزيد من التركيز. مزيد من التركيز. طبعا نسيان النتيجه الاولانيه والماتش الاولاني، احنا بنلعب شوط تاني نتيجته 0-0، ننسى ال 3-0 ونتيجه الماتش اللي في رادس. نمره 2 مزيد من الهدوء، مزيد من الثقه، مزيد من التحرك بدون كوره، لان فرق افريقيا دلوقتي انت ممكن تضحك عليها، كل ما هتتحرك من غير كوره هتلاقي نفسك بتفضي نفسك وهتلاقي نفسك فاضي على طول. فننسى الماتش الاولاني، وزي ما بقول لك مزيد من الثقه، تركيز، استثمار الفرص، الفرصه اللي بتيجي في الماتشات الجامده قدام الفرص قدام الفرق الجامده ممكن ما تعوضش تاني. فنتمنى باذن الله التوفيق والمكسب يوم الجمعه. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جدالله. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايمن جيلبرتو
وصبري سراج في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. الناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج. انا همشيها رسمي بقى، الناقد الرياضي والبتاع والشغل الحلو ده. ازيك يا صبري؟ اخبارك؟ الفل يا كابتن. ازاي صح؟ احنا كلنا طبعا زبايل واصدقاء، كنا بنشجع النادي الاهلي كلنا مع بعض في وقت واحد. صح. تحديدا الناقد الرياضي ايضا. مع جيلبرتو الاستاذ بتبقى صعبه قوي. ايه رايك؟ حلو. ايمن جيلبرتو الاستاذ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله تمام زي الفل. اولا كاسات جديده على كل حلقه. دروع دوري. دروع دي حاجه في الدوري كده. كله خير برضو، احنا مرزقين الحمد لله. انتوا مرزقين. البنات النهارده عملوا واجب معانا كده وبعتوا لنا الدرعين، بنات السله. قال لك خلي عندكم الدرعين لغايه لما احنا نجي لكم نعمل معاكم حلقه. فيعني مبارك لهم طبعا. مبارك لهم. عقبال الرجاله بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بكره لسه الماتش الرابع ان شاء الله. ربنا يكرمنا باذن الله. كسبنا يبقى كسبنا الدوري، ما كسبناش لسه بقى هننتظر للمباراه الاخيره، مباراه نشوف ايه اللي هيحصل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. خليني ابدا مع حضراتكم. طبعا صبري، مباراه الاهلي والترجي هي الحدث الاهم خلال هذه الفتره. الكل او مش الكل، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيروح دائما لسكه ان الاهلي محظوظ، الاهلي بيلعب فرق ضعيفه، الاهلي بيلعب فرق قليله في المستوى، الاهلي بيلعب فرق عندها مشاكل، الاهلي اطهر الطاهر هو اللي صعده درجه كتر خيره بعد كده او الدور اللي بعد كده، من غير ما يضع ان كره القدم فيها كل صحيح. الكلام اللي بيتقال ده يعني محظوظين الحمد لله، يعني دي حاجه كويس. التوفيق دايما بيكون مع المجتهد. احنا فرقه دايما بتسعى ودايما مش شايفين قدامنا غير المركز الاول والبطوله، فطبيعي ان انت حتى في لحظات معينه تحتاج فيها ان التوفيق يكون معاك. ده بيحصل، والتوفيق بيكون حليفك لانك اصلا مجتهد. فلو احنا محظوظين او موفقين فالحمد لله، ربنا يديمها نعمه يعني. يا رب رضا المحظوظين موفقين على طول. بالظبط يعني، ربنا يديمها نعمه. صحيح. اطهر الطاهر ضيع ضربه جزاء، اوكي يعني بيحصل في الكوره، وارد جدا. انت استغليت الفرصه، شايف حضرتك في المقدمه بتقول ما محمد هاني ضيع في ماتش يعني اللي هيرد اللي هيقول يعني كده، ما انا مش بقول له يعني كوره يرد عليا يقول لي اصل ايه، اقول له طب اصل الفرصه بتاعت فلان اللي عملها يعني. طب ليه مش حارس صن داونز صدها؟ يعني ليه ما بنشكرش حارس صن داونز اللي احنا نسينه ليه؟ وحارس جامد جدا. فيعني كلام يعني زي ما حضرتك بتقول، احنا بنحاول نفطس يعني، بنحاول نفطس الاهلي عشان الاهلي ناجح وبيتقدم ومستقر. الحقيقه كلام مش منطقي جدا خالص. يعني الاهلي بيلعب كره ممتازه، لو الفرق اللي قدامه فرق ضعيفه فده عشان الاهلي بيبان الحقيقه ان هو قوي. الترجي فريق عظيم وكبير ومنافس تاريخي لينا في افريقيا بغض النظر عن حالته دلوقتي، والتاريخ بعد كام سنه عمره ما هيجي يقول ان الترجي كان غايب عنه لعيبه او مش عارف مين. مفيش الكلام ده. يعني احنا خسرنا من الترجي في نهائي افريقيا قبل كده، هل حد يفتكر ويرجع يقول هل حد ينفع يقول دلوقتي ان الاهلي وقتها كان في عصر ابن حلال مثلا؟ محدش بيقول يعني دلوقتي ان هو هدف بعيد ان رامو. مفيش كلام ده. 2010 2010 بالظبط. ده واضح، دي حاجه الكره اتلعبت واحد حطها كده، هي النتيجه يعني. في الاخر الترجي كسب او الاهلي كسب، يعني التاريخ مش هيذكر غير النتيجه. احنا عملنا مباراه كبيره وحققنا نتيجه كبيره وحققنا يعني بالنتيجه دي الحقيقه ارقام مهمه جدا وتاريخيه، فنستحق ان احنا نكون مبسوطين، ما نحتفلش لان لسه في عوده طبعا. فانا يعني لسه الاهلي ما صعدش، ممكن نقول وضع قدما ونصف، انما لسه ما وضعش القدمين في الفاينل يعني، لسه في 90 دقيقه وكل شيء وارد في الكوره. علينا ان احنا نحترم الترجي لانه فريق يستحق الاحترام، ولان الكوره ملهاش كبير. ايمن مش كابتن اسلام، احنا برضو في ماتش احد المباريات القمه السنه اللي فاتت كسبناها 2-1، وكان برضو الفريق عندنا ناقص بتاع 12 لعيب. وطلع قال لك لا انت ما كنتوش ناقصين، فين ناقصين فين ومش ناقصين يعني. فمثلا هي دي النقطه كابتن اسلام، لو هنقعد نقول لو يعني، لو في لو كتير يعني، لو تفتح عمل الشيطان حرف شعلقه في الجو تفتح عمل الشيطان بالظبط يعني. النادي الاهلي زي ما صبري كده بيقول، النادي الاهلي قوي. النهارده لما المنافس اللي قدامك ايا كان اسمه، طبعا فريق الترجي فريق كبير وفريق محترم، لو هو حالته غير جيده فانت استغليت هذه الحاله على ارضه، وده الطبيعي يعني النهارده. وكمان انت مش بتستغل، لا انت بتستغل الحاله بطريقه لعب زي ما قلنا كده. احنا الاهلي انا شبهت الماتش ان احنا كسبنا على الهادي
يعني لعبنا كده ماتش بمزاج على الهادي، استغلنا فيه كل نقاط الضعف اللي وقع فيها نادي الترجي، بالاضافه ان لما هم حاولوا ان هم يهاجموك كنت انت كمان متماسك دفاعيا واقف على رجلك، ما انجرتش معاهم لاي حاجه. يعني شفنا يعني بعض الفاولات، كان في فاولات عنيفه شويه مثلا ضد لعيبه الاهلي انت ما استفزتش، كنت هادي جدا في الملعب، رحت باكتر من فرصه، طبقت اكتر من فلسفه. حاله الترجي سيئه، يعني ده وارد في الكوره، احنا في اكتر من مباراه لعبناها سواء السنه اللي فاتت او اللي قبلها. حضرتك في المقدمه كنت بتتكلم عن ضغط المباريات، مباريات كتيره لعبناها ناقصين، في الاخر المنافس بيستغل ان انت كنادي اهلي ناقص. يعني هل لما انت يبقى عندك نقص عددي والمنافس يستغله، دي مش شطاره منه؟ ده بالعكس، انت لو ما استغلتش ظروف الفرقه اللي قدامك السيئه. لا، ندعي الاطهر الطاهر يا عم. ندعي له، مفيش مشكله. يعني صحيح على راي صبري، هو طب ليه ما ندعيش لحارس مرمى اسمه ايه؟ يمكن عشان الاطهر الطاهر اسمه اسهل. اسهل. لا، وحارس صن داونز هو تصدى برده ركله الجزاء تقريبا بتاعت هاني. انا كنت يعني هو في الاخر هي دي الكوره وظروفها. احنا تعادلنا 2-2 مع صن داونز، كان ممكن زي ما حضرتك قلت نخرج كسبانين 3-1. المباراه ما نحتاجش، ليه ما حدش بيقول ان محمد الشناوي تصدى ركله الجزاء اصلا في ماتش الهلال السوداني الاولاني؟ نشكر المهاجم البرازيلي بتاع الهلال اللي ضيع الكوره. لا، النهارده محمد الشناوي صد ركله الجزاء. هذه كره القدم، كره القدم فيها كل حاجه، فيها كل السيناريوهات. عدلنا مره مع النجم الساحلي 2007 وهناك 0-0، ناس كلها احتفلت وعملت وبتاع، جينا اتغلبنا هنا. الجيل اللي هو صحيح. يعني خد كل حاجه وعمل كل حاجه هل حد هيفتكر ان الماتش ده كان لينا ركلتين جزاء؟ لا، ولا حد هيفتكر ان طرد عادل النحاس بالظبط. لكن التاريخ ذكر ان النجم الساحلي خد بطوله من الاهلي في القاهره، صحيح. وان الاهلي لم يفز بثلاث بطولات متتاليه، هو ده صحيح. التاريخ اللي بيذكر. فاحنا النهارده بنتكلم عن يعني زي ما صبري قال، في ارقام قياسيه اتحققت، في شغل فني موجود، اللعيبه مرتاحه وهي بتلعب، صحيح. علينا ان احنا نحتفل بمباراه وننتظر يوم الجمعة زي ما حضرتك قلت كده، نلعب ونركز وبهدوء عشان خاطر نتأهل، لأن لما هنتأهل تتكلم في المرة الرابعة على التوالي نتأهل النهائي، هتبقى حصلت مرتين في تاريخ النادي الأهلي، حضرتك حضرت مرة منهم ودي مرة مفيش حد في أفريقيا عمل يعني الإنجاز ده. يعني خلينا بس ننتظر يعني لمباراة الترجي. يعني قصدي إيه؟ قصدي إن النهاردة أنت عندك دوافع وحافز تخليك إن أنت عايز توصل النهائي. هنشكر اطهر الطاهر وهنشكر لاعبتنا وهنشكر كور مصر كولر وهنشكر جمهور النادي الاهلي حضراتهم بيقولوا كده بالظبط. يعني هم انتوا بتدونا دافع يا اطهر، شكرا يا اطهر يا طاهر. احنا ايوه يا عم احنا محظوظين. كلام ايمن كولر محظوظ، ايوه يا سيدي كولر محظوظ. كلام ايمن كمان يخلينا احنا ليه ما بنبصش لنفسنا؟ يعني ليه ما بنبصش ان الاهلي قوي؟ يعني الترجي كان، هنفترض ان الترجي كان سيء، ما انت كان ممكن تبقى اسوء وما تحققش النتيجه. انت حققت نتيجه كويسه لان انت قوي بغض النظر عن المنافس بتاعك عامل ازاي. انت لعبت صح، عملت كل حاجه صح في الملعب، حاله لعيبتك كويسه جدا، لعيبه كلها واقفه على رجليها بتنفذ تعليمات المدرب، فقدرت ان انت تحقق نتيجه ممتازه. ليه ما نبصش على الناحيه دي؟ ليه باصين ان الترجي كان سيء؟ هو طب هو الترجي كان قبل كده سيء؟ يعني احنا في 6 مرات بنفوز فيهم على الترجي في رادس، ال5 مرات اللي قبل كده كان الترجي سيء؟ مش ممكن. يعني فاحنا نبص على ادائنا احنا عامل ازاي. الاهلي قدم مباراه كبيره تستحق الاشاده الحقيقه. انا ما بقولش نحتفل لسه، نحتفل ان شاء الله بعد المباراه بتاعه الجمعه الجايه، لكن في اشاده واجبه باللي حصل في رادس يوم الجمعه اللي فاتت. الاهلي عمل مباراه هايله جدا فنيا وتكتيكيا وعلى كل الاصعده، كانت مباراه الحقيقه ممتازه. يعني طيب مباراه سان داونز والوداد شفتوها ازاي؟ انا بشوف ان الوداد حقق نتيجه كويسه على عكس ما الناس او معظم الناس بتتكلم عن ان فرصه صن داونز اكبر. انا شايف ان الوداد ما استقبلش جول على ارضه ودي ميزه له. صن داونز فرقه قويه جدا، انما ممكن تتغلب، ولو لعبت قدامها بشكل معين وسهل جدا ان انت تتفوق عليها، مش صعب خالص. ايه الشكل المعين بقى؟ ممكن نخليه حلقه صن داونز بس يعني بسرعه يعني هم عندهم مشاكل واضحه في الكرات الثابته، عندهم مشاكل واضحه في قلبين الدفاع ان هم بطاء والترنات بتاعتهم ضعيفه يعني بالظبط. فهم بالمرتدات تقدر تكسبهم. الفكره كلها ان انت ما توصلهمش ال 18 بتاعك ولا تديهم المساحه ان هم يلعبوا في ظهرك. فانت لو لعبت في تلتين ملعب، يعني قفلنا الملعب من بره منطقه جزائنا، انت خنقت صن داونز جدا. والشكل ده احنا لعبنا بيه اكتر من مره قدام صن داونز هناك
وفي المرتين احنا ما اتغلبناش، اتعادلنا 1-1 وتقريبا الثانيه كانت 0-0 او 1-1 برضه. الماتشين كانوا 1-1 واحنا كنا كسبانين في القاهره، فاحنا وكسبنا الضربات وسجلنا هناك بكرات ثابته مع فايلر اعتقد بالظبط، مره فايلر ومره موسيماني. فانت لما بتلعب سان داونز بالشكل اللي المفروض تلعب بيه، احنا اخطانا في التعامل مع سان داونز في المباراه الاولى او في مباراه الخمس، انما ده مش ما يديش انطباع بفرق الكواليتي بين الفرقتين زي ما الناس شايفه ان سان داونز يعني مانشستر سيتي هم أقوياء جدا وبيلعبوا من أقوى الفرق في الكرة وبيلعبوا كرة حلوة جدا وممتعة، لكن هم مش المستحيل يعني فرقة ممكن سهل جدا كمان تتغلب. والوداد فرقة عندها خبرة وعندها إرث في بطولة أفريقيا قوي جدا، وعنده تفوق نفسي أصلا على سان داونز في مواجهاتهم التاريخية مع بعض. سان داونز فرقة بتستقبل في ملعبها أهداف كتير، تقريبا ما فيش فرقه بتروح هناك ما بتسجلش في سان داونز، يعني ممكن الماتش يخلص سان داونز جايب 5 أو جايب 4 بس داخل فيه جونين، فده بيحصل ان هم بيدخل فيهم اهداف هناك بسهوله. فالوداد لو قدر ان هو يكون منضبط دفاعيا بشكل كويس ويحكم غلق المساحات على لعيبه سان داونز، ممكن باي مرتده او باي كره ثابته، وشمال افريقيا كله متميز في اللعب في الكرات الثابته، ممكن يخلصوا الماتش هناك بجول يعني، واي تعادل ايجابي في صالح الوداد. فانا مش شايف ان فرصه الوداد ضعيفه خالص الحقيقه. ايمن برضو مين الاقرب بقى من وجهه نظرك ليهم من سان داونز والوداد في الوصول للمباراه النهائيه؟ يعني هي صعب شويه للواحد يدي ادفانتج لفريق على التاني، بس يعني انا بدي ممكن سان داونز الادفانتج بحكم الملعب بتاعه، بحكم ان حاله الوداد هي حاله الوداد على فكره تحسنت مع المدرب الجديد بعد اقاله جاريدو او رحيل جاريدو. يعني اعتقد المدرب ده لو كان معاهم بدري شويه الوداد كان ممكن يبقى كمان شكله بقاله ماتشين ثلاثه بس. يعني ما انا قصدي يعني هو حالتهم تحسنت، ولكن هي الفكره هل هم يقدروا يصمدوا في جنوب افريقيا مع حاله سان داونز الحاليه، لان سان داونز تطور كمان عن السنه اللي فاتت، تطور عن السنه اللي قبلها، فريق ممتع فريق قوي. بس الوداد زي ما صبري قال كده عنده الحته التاريخ، عنده الحته بتاعه ان هو معنويا بيروح دايما، انا صعدت كتير على حساب سان داونز، ما عندهمش هيبقى المشكله الجماهيريه ان هم يتعاملوا مع الجمهور هناك. طبعا هي مشكله التوقيت بتاعه المباراه، لكن اعتقد الفتره دي الاجواء في جنوب افريقيا بتتحسن نوعا ما. فهي الظروف ممكن ندي ادفانتج لسان داونز عشان عامل الارض والجمهور شويه وتوقيت المباراه، ولكن للامانه المباراه لسه فيها ومتكافئه، واعتقد ان الوداد لو قدر يسجل هدف هو نقدر نقول ان صعب يعني وقتها يبقى صعب يستقبل هدف، لان كمان سان داونز السنه اللي فاتت لما حصل مع نفس السيناريو مع بيترو اتلتيكو ما قدروش، يعني هم فريق هادي وكل حاجه، لكن لما تحطهم في ظروف معينه هتلاقيهم بيغلطوا. زي امبارح كده هو غلط في كورتين، اتنين لعيبه عنده اتطردوا، يعني الكورتين سهلين جدا لكن هم بيندفعوا. لا وقلش والدفاع بتاعهم قلش كام كره برضه بالظبط، يعني في كره للمترجي كان سهل جدا يبقى 1-0، فهي يعني ما نقدرش نقول 50-50، لكن لو هندي نقول ايه 60-40 لسان داونز، ده من وجهه نظري انا. طيب بما اننا بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا، كاس العالم 2025 فجاه اثيرت عليه قصه، ايه الموضوع؟ يعني هو الفكره ان يعني هو ترند طلع على فكره الانديه المشاركه ومين اللي ممكن يشارك، طب ممكن وصيف بطوله قبل كده يشارك ولا لا. طب احنا مهتمين بالوضع ده لانه احنا موجودين فيه كل سنة. لا احنا خلي بالك يا فندم في صدمه عند البعض، لان احنا شاركنا النسخه اللي فاتت بالسيناريو بتاع ان احنا مش البطل. صحيح. فده عامل لناس كتير صدمه، وكمان بعديها مباشره بشهور قليله يطلع الفيفا يعدل نظام البطوله، فلما يعدل نظام البطوله تكون انت اول فريق يتاهل ليه، لان انت البطل بتاع 2021. فاحنا لو استعرضنا يعني بسرعه كده، لو هنستعرض على الشاشه كابتن اسلام الفرق اللي هتلعب في كاس عالم 2025 بعد ما الفيفا قالت ان هي تبقى من 32 فريق، اهي هنا اوروبا 12 فريق، امريكا الجنوبيه 6، كونكا كاف أو أمريكا الشمالية 4، أسيا 4، أفريقيا 4، أوقيانوسيا فريق واحد، البلد المضيف فريق واحد. بعد كل 12 يعني في أهو 12 نادي في أوروبا هتلاقي الفيفا عامل كده قوسين حاطط إيه؟ إن الأبطال من النسخة بتاعت 2021 أربع أبطال، هيتبقى 8، الثمانية دول هيتحددوا بناء على إيه؟ بناء على تصنيف الأندية دي في الفترة بتاعت الأربع سنين. ما قالش مثلا هناخد والله الابطال الدوري الاوروبي، ما قالش هناخد وصيف دوري ابطال اوروبا، ما قالش اي حاجه، وقال التصنيف اللي هيحصل في الفتره اللي هي الاربع سنين او الاربع نسخ دي في اوروبا هيتحدد عليها الثمانيه. نفس النظام
فأمريكا الجنوبية في أربع أبطال وفي اثنين هيتحددوا بالتصنيف. فأفريقيا هم أربع أبطال، فخلاص أربع أبطال اللي هيطلعوا. في آسيا نفس النظام. طب الجدل حصل منين؟ الجدل حصل لما نيجي للحتة الصورة بتاعت اللائحة. وخلي بالك احنا كل الكلام اللي جايبينه ده جايبين موقع الفيفا، يعني دي مش آراء شخصية ولا احنا قاعدين على السوشيال ميديا بنقول أي كلام، احنا جايبين الفيفا بيقول. ما بتهبطش يعني. بالظبط كده. هنا الفيفا حدد اللائحة بتاعت البطولة ماشية ازاي النهارده. زي ما بقول لحضرتك الجدل ليه يصير النهارده الاهلي والوداد وارد ان هما الاثنين يبقوا في النهائي. طب الاهلي والوداد اصلا مشاركين كده كده في 2025، لان ده بطل الاهلي بطل نسخه 21 والوداد بطل نسخه 2022. طب لو الاهلي والوداد اتاهلوا للنهائي او واحد منهم اتاهل للنهائي وكسب البطوله، فالنهارده هتبقى الاولويه للتصنيف، مش هيروح وصيف بطوله قبل كده او وصيف بطوله بعد كده، لا هيتاخد من 20 سنه من نسخه 2021 لنسخه 2024 مين التصنيف الفريق الافضل في التصنيف هو اللي هيتحط. ده نفس ده لو الاهلي او الوداد وصلوا النهائي وخدوا البطوله، وخدوا البطوله في سواء النسخه دي او النسخه الجايه، لان هي لان كده كده خلاص في نسختين في افريقيا اتحسب، فباقي مقعدين لافريقيا. فلو الاهلي خد البطوله دي والبطوله الجايه ان شاء الله هيشوف التصنيف. لو الوداد مثلا هو اللي خد البطوله هنشوف مين التصنيف. كمان الفيفا قال ان لو القاعده بتاعت فرقتين من نفس البلد مطبقه الا في حاله واحده، ان يبقى الفرقتين اللي من نفس البلد دول او اكتر هم ابطال القارات. يعني لو الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا وجه الزمالك خد برضه دوري ابطال افريقيا، الاثنين يشاركوا من بلد واحد نفس البلد. دي الحاله اللي الفيفا اتكلم عليها، ما اتكلمش عن اي حالات تانية. فالنهارده هي دي اللوائح بتاع كاس العالم للانديه 2025 اللي هي بطوله مهمه جدا لان جوائزها الماليه هتكون كبيره جدا، الانديه كلها مستنياها، الفيفا زي ما اتكلمنا هنا في كذا حلقه البطوله دي مهمه جدا بالنسبه له. اخر حاجه كابتن اسلام، هل النسخه الحاليه لكاس العالم للانديه خلصت؟ هي هتخلص اخر بطوله اللي هي بتاعت السعوديه اللي هي هتتلعب في ديسمبر بنظامها المعتاد اللي احنا عارفينه، لو النادي الاهلي ان شاء الله كسب يروح يشارك فيها. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده الفيفا هيعمل بطوله كل سنه، هيجمع كده زي ايه ماتشات ما بين ابطال القارات كلها، يعمل كده بلاي اوف لطيف، يطلع منه فريق، الفريق ده يروح يلعب الانتر كونتيننتال مع بطل اوروبا في ملعب محايد في اي حته ويكسب البطوله. هو الفيفا البطولات دي بالنسبه له يعني زي ما نقول ايه البيضه الذهب بتاعته، هي بتجيب له فلوس كتير. فهو يعني بطل القاره، هتروح تلعب في بطوله كبيره وكمان عندك فرصه انك تلعب في البطوله المصغره دي. اخر حاجه في النقطه دي، مين الفرق اللي صعدت؟ موجودين برده على موقع الفيفا نستعرضهم. في تسع فرق ضمنوا اماكنهم كده كده في 2025 زي ما احنا شايفين كده كابتن اسلام، الهلال والاهلي والوداد ومونتيري وسياتل وبالميراس وفلامينجو وتشيلسي وريال مدريد. الفريق الاخير اوكلاند، طبعا اوكلاند هو اكبر فريق بيمثل اوقيانوسيا، لكن قال هو ممكن يبقى موجود حسب التصنيف بتاعهم في الاربع بطولات. ده لازم اللي يعني عشان لو حد طلع لهم مثلا خد البطوله. فده الموضوع بتاع كاس العالم للانديه بشكل بسيط، يبقى مرجع لاي اهلاوي، يبقى مرجع كمان بنهديه لاي حد في مصر حابب ان هو يعرف البطوله دي، لان هو ده قدرنا ان النادي الاهلي هو اللي بيشارك في البطوله دي. لا قدرنا طبعا ان النادي الاهلي بيشارك وكل حاجه، قدرنا ان احنا بنعرف نقرا بالظبط، يعني بنعلم الناس، بنعرف نخش. لا مش مهم انجليزي، ما انت ممكن تعمل ترانزليشن، مش ممكن صح. مش مهم يعني. انت بتعرف تقرا، بتعرف تدور على المعلومه بالظبط، بدل ما تجري ورا موضوع اي بطاط اي حاجه وخلاص، لا بتخش على المعلومه وبتعرف تجيبها من صح. مكانها. وشكرا لقطر الطهر، شكرا لقطر الطهر. على فكره نخليها ترند، نخليها ماشيه اليومين دول كده، كل ما حد يشوفني هقول له شكرا لقطر الطهر. طيب صبري اسراج، بما اننا بنتكلم عن اللي بيحصل بيرسي تاو الحقيقه وتألقه الواضح خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي، وهو راى بالمناسبه هو يعني رقص اطهر الطاهر في ماتش من الماتشات، فبرضه شكرا لاطهر الطاهر. بيرسي تاو الحقيقه عمل ريمونتادا على نفسه السنة. صحيح. السنة اللي فاتت كان حظه سيء جدا في الإصابات، وكان حظه سيء جدا في تعامل المدير الفني معاه في الفترة دي. يعني معروف طبعا ان هو جه بناء على ترشيح بيتسو موسيماني، وهو طبعا لعيب كبير يعني، وكان اضافه يعني، بس هو مختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت. صحيح. ليه؟ انا بشوف لان كمان موسيماني السنه اللي فاتت ظلمه بانه اداله فرص كتير وهو مش جاهز، وكان بيحاول ان هو يوجد له مكان في الملعب، يعني مش عايز اقول بالعافيه، بس كان في وقت هو مش جاهز بدنيا ومش جاهز فنيا ومش مكتمل الشفاء،
وموسيماني عايز يحطه عشان يقول انا صح. صح انا صح في اختياري، فظلم نفسه، ظلم الفرقه وظلم نفسه كموسيماني وظلم بيرسيتاو. كولر لما جه وشاف الريبورت بتاعه وعرف ان الراجل ده عنده مشاكل عضليه او تاريخ في الاصابات خلال السنه اللي فاتت لانه ما بيكتملش الشفاء، صبر عليه وما دفعش بيه غير لما كان متيقن تماما انه كويس اصبح سليم وفت، وبدا يستخدمه بالشكل او جاد له المكان اللي هو ممكن يتالق فيه. اللاعب كمان الحقيقه كان عنده رغبه واضحه ان هو يعود ويقول لا انا مش لعيب قليل وانا صفقه كويسه واضافه للنادي. فهو الحقيقه السنه دي بيقدم مستوى ممتاز جدا وبيمثل اضافه، ده المحترف، ده النموذج او المسطره اللي ممكن نقيس عليها اي محترف المفروض يجي النادي الاهلي يكون بالكواليتي ده. وعنده كواليتي الحقيقه مختلف عن اي لعيب تاني في الدوري، عنده لمسات هايله، تحركاته كمان يعني الناس يمكن الظروف ما بتسمحش ان كل الناس تقدر تشوف اللعيبه في الملعب، لما بتتفرج عليه من الملعب وتشوف تحركاته عامله ازاي، لعيب ذكي جدا 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 فضلا عن مهارته العاليه يعني. فهو الحقيقه اضافه وبيقدم مستوى عظيم يعني الفتره دي. بما اننا بنتكلم عن واحد من اخطر اسلحه النادي الاهلي، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقه عام رائع او سنه رائعه حتى الان بالنسبه لبيرسيتاو. كنت بتقولي على الارقام الخاصه ببيرسيتاو. يعني لو استعرضنا الارقام طلع رقم غريب قوي. من ضمن ارقامه في المباراه ان هو ما عملش ولا مراوغه. اوكي. ده يدل على ايه؟ يدل على ان هو لعيب مباشر، هو بيفكر دايما ازاي ينطلق في المساحه وازاي يكسب مساحه كويسه، ما بيلجاش للترقيص زي ما بنقول غير لو الامر محتاج، يعني هو مش قراره الاول انه يرقص، هو قراره الاول ان هو يكسب مساحه او يعمل باص. فهو ذكي جدا في قراراته جوه الملعب، هو حريف. لو قلنا عمل 10 مراوغات في مباراه ممكن 6 يعمل 6 مراوغات ناجحه، انما ده ما بيكونش قراره، يعني مش دايما هو بيفكر انه يرقص، هو الظروف اللي بتفرض عليه ده بالظبط. هو بيفكر دايما ازاي يقطع في اتجاه المرمى. هو كمان مش لعيب خط، يعني هو مش من النوع اللي بيروح ويحط كروسات. من ضمن الارقام ان هو زيرو كروسز في الماتش اللي فات قدام الترجي، ما عملش ولا كره عرضيه، بس ده لان هو اسلوب لعبه كده، هو دايما بيروح للعمق، يا اما يحط باص يا اما هو يروح للجول زي ما حصل في الهدفين اللي سجلهم. فهو عنده اسلوب لعب الحقيقه مميز وهو ذكي جدا في استخدامه. لو شفنا ارقامه طبعا هو لعب 92 دقيقه، خرج في الوقت الضايع، سجل هدفين. انا ما فهمتش، كان انا من اهم الحاجات اللي عايز اعملها لما اقابل كولر اساله يعني التغيير ده كان ايه عشان تغير يعني ليه. والله بجد قد يكون عنده فلسفه افهمها، بس هو غيره في الوقت الضايع، يمكن عايزه ياخد السوكسيه مثلا او يعني بيريحه يعني مش عارف يعني مفيش. انما هو خلاص كان اخر دقائق يعني. سجل هدفين، كان المفروض يسجل نص هدف، يعني لو بنحسب الاهداف المتوقعه ما كانش عنده فرص حقيقيه قدر يسجل منها، لكن قدر بمهاره عاليه الحقيقه وتحركات ممتازه ان هو يسجل جولين. كان ليه محاولتين بس على المرمى سجلهم، ف 100% يعني. صنع فرصه واحده، نسبه تمريراته 82%، واللاعب جناح تمريراته دايما بيكون اللي قدامه في مناطق الخطوره، ده رقم كويس جدا الحقيقه. التمريرات القصيره 27 تمريره كلهم صح، التمريرات الطويله عمل واحده بس وكانت صحيحه. فاز بالكوره سواء بالكوره الثانيه او بالالتحام او العاب الهواء او ايا كان 10 مرات، وخسرها بالمناسبه 6 مرات بس. فهو انا بشوف ان هو طبعا كان نجم اللقاء الاول الحقيقه. بيرسيتاو طبعا. طيب هناك بعض الحالات اللي عايزين تتكلموا عنها الخاصه بهذه المباراه. يعني عشان ناكد ان النادي الاهلي عمل مباراه كبيره، وان هو حالته اللي فرضها على المباراه حتى لو حاله الترجي ضعيفه هنا النهارده، احنا بنتكلم في النمط او الشكل اللي لعب بيه النادي الاهلي. الكره دي ده كره الجون الاول يا كابتن اسلام. كره الجون الاول دي اتكررت كذا مره في المباراه، منها ترجمت مره جون ومره ما ترجمتش جون. الكره دي عشان طبعا احنا الحقوق، فاحنا الكره دي بدايتها كانت رمي تماس لمحمد هاني، وصلت لمحمد عبد المنعم، راحت لمعلول. بص انا عمل 1 2 مع حسين الشحات. بص يا كابتن تمركزات لعيبه الترجي ازاي، انت لعيبه النادي الاهلي سحباهم معاك للناحيه اللي انت عايز تفضي الجزء ده فضيته بالظبط. وبيرسيتاو واقف طبعا في الحته اللي هي المساحه الخاليه دي، هو واقف مستني الكوره بشكل امثل. هنا علي معلول بيلعب الكره الكهرباء، بص كهرباء حواليه كام لاعب هيستلم الكره ويبصيها. حمدي فتحي زي ما نقول ايه كده، ايه هيعديها يعني، هي الكره رايحه هتروح بقى هنا. بص يا كابتن اسلام كهربا حواليه كام لعيب، حمدي فتحي ساحب معاه لعيب، راح بقى هناك بيرسيتاو تمركز بكل هدوء، راح
الزاويه مفتوحه قدامه شاطها بشكل مثالي. طبعا حارس الترجي كمان تعامل معاه بشكل سيء. لكن الجمله دي يا كابتن اسلام من 8 تمريرات فيها 10 لمسات، لان هنقول علي معلول لمس الكره مره في باص، كهربا لمس الكره مره في باص. قبل ما نخش على الحاله اللي بعديها، في جمله الاهلي عملها في الدقيقه حاجه و30 32 او حاجه زي كده، كان فيها حوالي 16 باص، الكره لفت الملعب كله لحد ما راحت معلول لعبها برده لكهربا، كهربا اداها لحسين الشحات لعبها كره، بس كهربا وقتها تمركزه ما كانش افضل حاجه، فعشان كده ايه يعني ما استغلناش بشكل امس. هنا دي الحاله بتاعت الجون الثالث بتوريك نمط تاني او شكل تاني احنا لعبنا بيه. بص هنا كابتن مروان بيقطع الكوره، بياخد الكوره، بص كهربا، ديانج، حسين الشحات، بص مكانهم فين في الملعب. بص هنا الكوره لما تتقطع من مروان، ديانج هياخد الكوره، بص الفرقه اتنقلت بسرعه ازاي لقدام، كام واحد رايح، ادي اهو، ادي الثلاثه هم راحوا هجمه مرتده نموذجيه، وهناك في كمان بيرسي تاو، لكن انا قصدي ان الثلاثه دول بص كانوا مكانهم فين، تحولوا على طول. صحيح. لفين؟ هنا ديانج عمل القرار السليم، ادى الكره للشحات، حسين الشحات القرار الافضل، لعب الكره من لمسه واحده، اه بالظبط كده، لكهربا، كهربا على طول في الجون. هنا ده نمط تاني اتطبق في المباراه، ان انت طريقه ضغطك على المنافس بتسيبه يلعب الكره براحته، وتيجي في مكان بتقطع منه الكره وتلعب بيها الهجمه المرتده. الكره دي احنا تقريبا عملناها كم مره كابتن اسلام في الماتش؟ حوالي 4 أو 5 مرات، جبنا منهم هدف وضيعنا فيهم 3. هنا دي كره الجول الثاني. احنا رحنا 3 مرات، الثلاث مرات او الاربع مرات في الاخر، في الاخر، قصدي الهجمات اللي هي المرتده دي يا كابتن. اتفضل. دي كره الجول الثاني، محمد هاني استلم الكره وبيلعب اللونج باص في اتجاه بيرسي تاو. الكره دي بالظبط، بعدين تاو طبعا بيستلم وبيروح، وبنشوف بقى الـ هو ما عملش مراوغات عشان ما يرقصش حد، هو بيتحرك بالعرض، لعيبه خايفه تدخل عليه عشان ما يحصلش ضربه جزاء او لعيب يترقص او بتاع، فهو صبر عليها جدا، وبعدين لعبها الحقيقه بشكل في مهاره عاليه قوي، يعني عكس اتجاه حارس المرمى وشالها يعني بمشط رجله كده من تحت، الكره يعني كجماليه كره حلوه طبعا، فيها جماليات كتيره جدا. لكن عايز اقول ان الكره دي بالظبط هي كرة اللي حصلنا بيها على ضربة جزاء في ماتش السوبر قدام بيراميدز. الكرة كانت من خالد عبد الفتاح، لونج باص من نفس المكان في اتجاه كهربا، كهربا قطع في ظهر احمد سامي، وبدل ما بس طبعا هو ما جابش الجول، لكن حصل على ضربة جزاء. ده باترن الاهلي دايما او في اوقات كتير بيلجا له جملة بتتكرر، والحقيقة يعني ده يوضح قد ايه في عندنا فلسفة لعب، وفي يعني منظومة بتنفذ اللعيبه، بتنفذ تروس، بتنفذ كل اللي بيطلبه المدير الفني ايا كان مين الاسم. لو محمد هاني او خالد عبد الفتاح بيلعب باك رايت هيأدي نفس الاداء، طريقه اللعب كده بالظبط. اي لعيب هيتحط في اي حد يلبس الفانيلا الحمراء وينزل يلعب في مركز ما في اي في الملعب هيقدم نفس الشغل اللي مطلوب من اي لاعب تاني، هو السيستم محطوط وانا بنزل انفذ. فالحقيقه كان برضو من الاهداف الحلوه لانها مكرره. الحاجه بتبقى حلوه دايما لما تحس ان هي متعوب فيها واللعيبه حافظاها وبتنفذها، حتى لو الجمله تبان سهله انما بتحتاج شغل كتير عشان تصل بيها لهذه المرحله من هي واحده ثانيه بس بطريقه ثانيه. طاهر لو دي برضو ميزتها كابتن اسلام، لو معلش نرجع سريعا ليها من الاول، دي برضو كوره احنا قطعناها من خط، يعني كره اتقطعت ولعبنا الهجمه اهي. هنا خالد عبد الفتاح لعب الهجمه على طول الكوره زي ما صبري كده بيقول خلف الدفاع هجمه مرتده. بس هنا بقى احنا نتمنى، يعني طبعا احنا بنستعرض الحاله دي عشان بنصحح، يعني كويس ان احنا بنصحح اخطائنا واحنا كسبانين، لان الفرصه دي لو جت في ماتش تاني ما ينفعش القرار يبقى كده. هنا بص يا كابتن اسلام 3 على 2 نموذج هجمه مرتده ما فيش منه حاجه، حتى محمد شريف اتصرف صح، كسر لجوه وبصل طاهر. هنا طاهر خد أسوأ قرار ممكن يعني ممكن يتاخد، اللي هي فكره ان هو شاط الكوره، يعني هنا محمد شريف الدنيا قدامه مفتوحه خالص، لو باص كره لمحمد شريف انت رحت انفراد، نسبه تهديف عاليه جدا. فنتمنى ان يعني الحمد لله ان هي جت في ماتش احنا كازمين فيه 3، يعني نتمنى كره زي دي لو جت في ماتش انت متعادل فيه وكمان بره ارضك اعتقد تأزم لك الامور. انا نقدر نقول ان هو طمع مقبول في ظل ظروف الماتش ونتيجه المباراه، انما في وقت تاني قرار زي ده نقول طمع مقبول ماشي، يعني يعني هنعدي ونقول مقبول في دي ظل نفس اللعبه برضه، انت كسبان 3-0 في نهايه المباراه نفس اللعبه احمد عبد القادر، برضه قرار سيء في الاخر من احمد عبد القادر. نتمنى ان احنا الكور دي ممكن تبقى عزيزه جدا في ماتشات تانيه بعد كده. صحيح. فلازم
اللعيب يفكر في القرار الاسلم والاصح، مش في انه يطمع. يعني انا ما زي ما بقول، بس انا مقبول بالنسبه لي ان هو يطمع في ماتش زي ده، لان خلاص النتيجه 3-0 واحنا بنلعب في الوقت الضايع، فكل لعيب عايز يعمل حاجه لنفسه، انما في وقت تاني ده مش هيكون مقبول ابدا. يعني الحاله دي برضو بالنسبه، يعني احنا الحمد لله، يعني الحالات والاهلي يا كابتن تحس ايه، بيخلينا بنسلم، يعني احنا قاعدين كده بنسلم بعض والدنيا سهله وجميله. فبعد ما بنشكر أطهر الطاهر بنشكر كمان كولر على الحاله اللي هو عملها لنا، بنشكر لعيبه الاهلي على التزامهم. أطهر كل مره فالنهارده هنا بص يا كابتن كولر، يا عم ده كولر محظوظ يا راجل ما هنشوف، ما هو محظوظ فعلا. بص يا كابتن اسلام ضاغط في اتنين لعيبه، معلش نرجع لقطه بس نرجع الفريم. ايوه بص، اتنين لعيبه رايحين على نفس اللعب. ده اسلوب هو لعب، ادي بيرسي تاو وادي مروان عطيه بيضغطوا على اللعيب. اول واحد مين اللي خد الكوره؟ بيرسي تاو خد الكوره بشكل مميز جدا، راح في الحته، بص الحته فاضيه اهي، ادى الكوره لكهربا. هنا كهربا يعني كان يقدر ياخد القرار بشكل احسن، لكن هو في الاخر ده انفراد يعني، فكون يعني هو طبعا كهربا في الحته دي ما كانش موفق ما كانش موفق يعني، ولكن دي هي دي حاجه اسلوب لعب. انت بتضغط على المنافس بتاخد منه الكوره. شفت يا كابتن اسلام اتكررت كام مره؟ مره اهي في الشوط الاول، صحيح. مرتين ثلاثه في الشوط الثاني، غير الكوره اللي صبري اتكلم عليها اللي هي اتكررت في ماتش بيراميدز في نهائي الكاس، وكمان في ماتش السوبر اتكررت هنا في الماتش ده، بتعملها بشكل متقن. الكور الثانيه اللي هي سلسله التمريرات اللي بنعملها عشان خاطر نوصل. فالنهارده انت لما بتشتغل صح بتتعب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. وارد في بعض الاوقات ممكن الحظ ما يمشيش او التوفيق ما يمشيش معاك، بيبقى برضو الحكمه انه عايزك تجتهد اكتر. ولكن هنا ده شغل فني، احنا النادي الاهلي تعب. لو هناك البعض عايز يبخس حق النادي الاهلي فخلاص هذا شانهم، لكن نتمنى بقى ان يبقى في من ينصف النادي الاهلي، ينصف مدربه وينصف لاعبيه اللي بيجتهدوا عشان خاطر ده حقهم. لان النهارده في حاجه يعني ما ينفعش تبقى بتتعب وحد يقول لك يا انت بس محظوظ. لا انا مش بس انا محظوظ لكن محظوظ عشان بتعب. ونشكر أطهر الطاهر. انا اللي بشكرك جدا يا مصطفى، بشكرك انت اسلام، وبشكر أطهر الطاهر ويليامز حارس صن داونز المهضوم. كلنا على رايك صحيح، ويليامز ده اهم من أطهر الطاهر، لان على فكره حارس مرمى رائع الحقيقه في مباراه الوداد شال واحدتين ثلاثه كده صعبين جدا، بيلعب برجله وبرضه بيلعب برجله. هم فرقه بارده جدا. يلا هنشوف لما يعني يخلي كل حدث حديث عندما تنتهي ان شاء الله، ان شاء الله على خير مباراه الاهلي والترجي. نشوف برضو المباراة الأخرى كيف ستنتهي، ونشوف مباراة الأهلي والترجي كيف ستنتهي، وساعتها نقدر نتكلم أكتر على المباريات اللي هتتلعب بعد كده. فأنا بشكرك جدا يا صبري على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا أيمن على وجودك معنا. أنا بشكر حضراتكم برضو، مش هنسى أشكر دائما أطهر الطاهر اللي هيكون في كل حلقة معنا، إن احنا نشكره نقول له شكرا يا أطهر الطاهر إن أنت خليتنا نصل للمباراة قبل النهائية. في مباراة الذهاب نقدر نكسب ثلاثة، وننتظر ايه اللي هيحصل في المباراه القادمه. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، الف مبروك لبطلات السله في النادي الاهلي النهارده فوزهم بدوري السوبر لكره السله. ما تنسوش ان احنا بكره عندنا ثلاث مباريات ستذاع على شاشه قناه النادي الاهلي على الهواء مباشره. هتجدوا مباريات اليد سواء رجال او سيدات على شاشه قناه النادي الاهلي، ايضا مباراه الاهلي والاتحاد في المباراة الرابعة في دوري السوبر لكرة السلة رجال. كل التوفيق لرجال النادي الأهلي في مباراتهم بكرة، لو كسبنا يبقى خدنا الدوري، ربنا يكرمنا إن شاء الله في مباراة بكرة. عموما ما تنسوش برضو إن احنا طول النهار بكرة هنبقى موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال كل هذه المباريات. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.